يا جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير على جمهور النادي الأهلي في كل مكان. مساء الانتصارات، مساء عشاق الكيان، يوم جديد من أيام البيت الكبير، البيت اللي بيجمعنا كلنا بيت كل الأهلوية. النهاردة حلقة أفتكر أنها مميزة جداً، هنتكلم فيها في موضوعات مهمة، هيكون معنا فقرات وضيوف مهمين. بس طبعا في موضوع مهم كل عشاق الاهلي، قبل ما نتكلم فيه او قبل ما نخش في تفاصيله، برحب بزميلي العزيز الكابتن هاني رمزي. مساء الخير عليك يا سيام، اهلا بيكي. طبعا برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من ايام البيت الكبير. النهارده ان شاء الله هيكون معانا في الفقره الاولى طبعا الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي، اكيد هنتكلم فيه على الاحداث الرياضيه اللي فاتت خلال الايام اللي فاتت طبعا على المستوى الدولي، منتخبنا الاول ومنتخبنا الاولمبي. وكمان هيكون الفقرة الثانية واحد نجم كبير عاشق للكرة والقلعة الحمراء والنادي الأهلي بشكل مميز جدا، بينتمي بيه بشكل أكتر من رائع، رغم عدم وجوده أو تواجده هنا في مصر وانشغاله في منصب في جنوب أفريقيا في سان داونز، لكن حبه للنادي الأهلي متواصل دايما. معانا طبعا كابتن خالد علي. طبعا الفقرة الأخيرة إن شاء الله معانا كمان نجم أهلاوي كبير جدا جدا، كان ليه فترة احترافية أكتر من رائعة، واحد دلوقتي من صناع المستقبل، صناع الجيل الجديد للنادي الأهلي. معانا الكابتن ياسر رضوان نجم النادي الأهلي السابق، هيكون معانا في آخر إن شاء الله حوارتنا في البيت الكبير. إن شاء الله تستمتعوا بكل فقراتنا مشاهدينا في كل مكان. نبدأ حلقتنا بفريق الأهلي الكرة الطايرة، اللي عايزين نقول له ألف ألف السلة، ألف ألف مبروك لفريق كرة السلة السيدات اللي حققوا لقب جديد النهاردة وفازوا ببطولة منطقة القاهرة بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الجزيرة. أنا كنت بتابع المباراة دي من بره، وكابتن هيثم سعيد طبعا متابع من الساعة 5 تقريبا. يعني فوز مهم، نتيجة بفارق 77 ل55 كانت النهاردة على صالة استاد القاهرة. فريقنا فريق سيدات الأهلي قدموا الحقيقة عرض قوي جدا خلال المباراة دي، سيطروا على كل مجريات اللعبة، الأمور من أول ما المباراة بدأت بفضل ربنا أكيد، بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني وقيادة كابتن علي هامش طبق هاشم والدفاع القوي تحت السلة. وكان في حقيقة كده نوع من أنواع الإتقان، حتى إتقان الرميات الحرة. الأهلي النهاردة بدأ مباراته دي بشكل حماسي جدا، ونجح فريقنا في التقدم من بداية المباراة لحد النهاية. وفي فترات بقى، في فترات في المباراة دي الحقيقة شهدت تفوق ملحوظ جدا أو ملاحظ لسيدات الأهلي، بفضل طبعا يعني تألق المحترفة الأمريكية كايلا كمان وثريا. ثريا النهاردة عملت شغل جامد جدا، وبقول لهم ألف ألف مبروك لاعبات كرة السلة، وألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، ودايما طبعًا مزيد من الانتصارات ومزيد من البطولات بإذن الله. فالخير فالخير إن شاء الله، طبعا بطولة ورا بطولة على جميع المستويات، يد سلة وقدم وعلى جميع المستويات. النادي الأهلي ما شاء الله بيحصد بطولات كبيرة جدا. مبروك لجماهير النادي الأهلي، مبروك لمجلس الإدارة النادي الأهلي طبعا على بطولة الأهلي للسيدات في المقدمة، ودايما بيحققوا بطولات وإنجازات كبيرة خلال السنوات اللي فاتت. بصراحة شفنا حماس اللاعبات بشكل أكتر من رائع خلال المباراة. الفوز النهاردة اتحقق فيه رغم الإصابات، يعني كان فيه إصابات كتيرة جدا ضربت الفريق، لكن طبعا بنشكر لاعبات النادي الأهلي على البطولة الغالية، وبنشكر مجلس الإدارة. ليه بنشكر مجلس الإدارة؟ لأن مجلس الإدارة بصراحة بيقوم بمجهود أكتر من رائع. بنشوف محترفين في كرة القدم لكن كمان بنشوف محترفين في كل الألعاب الجماعية وحتى الألعاب الفردية. بنشوف في اليد، بنشوف في السلة على مستوى الرجال، على مستوى السيدات. طبعا بنشكر كمان النهاردة الأستاذ العمري فاروق، العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة، كانوا متواجدين بشكل أكتر من رائع، بيساندوا الفرقة بشكل أكتر من رائع، وهو دوت وسلمهم طبعا ميداليات الاول، ميداليات التتويج بالبطوله. زي ما بقول ان شاء الله هو ده النادي الاهلي، بطولات بمختلف اللعبات، مش مركزين مع كره القدم بس، لكن على جميع المستويات النادي الاهلي الحمد لله دايما هو صاحب البطولات. شكرا كابتن محمود الخطيب، شكرا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وشكرا لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا بنحييهم على المجهود اللي بيبذل. دايما بنتكلم هنا مش بس على مستوى رياضه كره القدم، على مستوى جميع اللعبات. طبعا ده بخلاف المنشآت النهارده اللي تم انجازها في وقت قصير جدا، وان شاء الله مزيد من النجاحات يا كابتن محمود ان شاء الله. طبعا
طبعا عشان سالت كتير قوي وكابتن هاني اكيد من غير ما اعرف من غير ما يقول لي كلنا اتسالنا النهارده عن حاله اللعيبه، كلنا اتسالنا النهارده، كلكم متابعين اكيد حاله الارتباطات الدوليه وبنتابع حاله لعيبه الاهلي، والكل كان بيتمنى ان اللعيبه ترجع او تعود بدون اي اصابات. واحنا بنشوف المباريات الدوليه كل واحد النهارده كان حاطط ايده على قلبه، او النهارده حصلت اصابات وشفنا محمد هاني خرج من معسكر المنتخب بسبب اصابته، وايمن اشرف اتعرض يمكن لكدمه قويه مع انه اصر انه يكمل مباراه امبارح. اليو ديانج الناس كلها النهارده عايزه تطمن على ديانج بعد ما خرج في الدقيقه 60 كان مصاب، النهارده رجع باذن الله كويس جدا ويمكن كتب حتى على صفحته انه كويس. علي معلول برده كان بيتعرض لاصابه وكمل مباراته للنهاية. طبعا أخبار مقلقة جدا، بس احنا من شاشة قناة الأهلي هنقول رسالة طمأنينة، خلينا نقول لجماهير الأهلي اللي بتحب الأهلي وعاشقة للكيان، إن شاء الله الأهلي هيخوض المباراة دي مباراة الزمالك بالقوة الضاربة، وإن شاء الله كل اللاعبين هيكونوا جاهزين في خلال 3 أيام على أقصى تقدير إن شاء الله يا رب، ومحمد هاني إن شاء الله 3 أيام هيكون جاهز عشان يشارك في التدريبات الجماعية. وديانج كابتن سيد عبد الحفيظ اتصل بيه وتأكد ان هو بخير والاصابه ديت باذن الله بسيطه. علي معلول استكمل مباراته بدون اي مشاكل. ايمن اشرف خلال 48 ساعه جاهز. محمد الشناوي ما بيعانيش من اي مشاكل الحمد لله، ما بيشتكيش من حاجه وهيكون جاهز للقاء باذن الله لقاء الزمالك. وكمان بنأكد مره ثانيه إن لعيبة الأهلي الدوليين بيجروا المسحة النهاردة، مسحة كورونا فيروس مع بعثة المنتخب، وجميع المسحات الحمد لله رب جاءت سلبية، ما عدا طبعا أحمد حسن كوكا من امبارح، شاد الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده برضو مدلك الفريق، يعني بنقول لهم ألف سلامة ترجعوا إن شاء الله في أقرب وقت. طبعا كابتن هاني دي كانت رسالة طمأنينة لجماهير النادي الأهلي، واللي احنا الحمد لله يعني كنا لازم نطمن الجمهور. أكيد ويمكن على قلقانين من امبارح، يعني انا تابعت السوشيال ميديا وتابعت حضراتكم، يمكن من امبارح كانت الناس قلقانه وكانت دايما بتتابع حتى المباريات على المستوى الافريقي. الو ديانج طبعا اصابته في الدقيقه 60 خرج من المباراه مع منتخبه القومي، لكن هو كمان الو ديانج مباشره بعديها على طول طمن جماهير النادي الاهلي وقال الحمد لله انا بخير ما فيش اي مشكله، وده اللي عرفناه يا ان شاء الله ما فيش اي اصابات تقلق، يعني ان شاء الله محمد هاني زي ما بنتكلم 3 أيام بالظبط من النهارده وهيشارك في التدريبات الأساسية. أيمن أشرف سليم الحمد لله ما عندوش أي مشكلة. كمان اللعيبة الدولية اللي راجعة مع المنتخب طبعا بعد فوز توجو إن شاء الله هينضم بكرة للتدريبات، مش هتكون تدريبات جماعية لكن هم كلهم سلام الحمد لله، هيقضوا 2 3 أيام برضو يعني كفرينج، بيعملوا استشفاء بشكل مناسب عشان إن شاء الله كل ده استعدادات طبعا لمباراة أبو قير للأسمدة إن شاء الله يوم السبت اللي جاي، يعني إن شاء الله الفريق من يوم الحد بإذن الله هيكون مكتمل الصفوف. النهارده يعني طبعا اتعرض اجاييه لاصابه، النهارده الاصابه في التمرين لاجاييه خضع لفحص طبي، وزي ما انتم عارفين وخلينا نتكلم برضو بلغه الاحتراف شويه، الاصابه عشان نطمنكم عليها لازم نتاكد، وعلشان نتاكد لازم تمر يمكن يوم او يومين على الاصابه، حتى الجهاز الطبي ما بيحددش نوع الاصابه في وقتها الا طبعا لا قدر الله لو اصابه كبيره، فكمان الجهاز الطبي منتظر لغايه بكره ان شاء الله نوع الاصابه ايه شكلها ايه، لكن ان شاء الله باذن الله تكون اصابه بسيطه وينضم للتدريبات الجماعيه. زي ما اتكلمنا ان الحمد لله كل الفرقه على اللي راجعه من المنتخب بشكل جيد، من المنتخب الاولمبي بشكل جيد، طبعا كلنا نتمنى باذن الله السلامه للجميع، وطبعا نخص فرقتنا او لعبتنا النادي الاهلي طبعا استعدادا لمباراه الكاس، وكمان طبعا المعترك الافريقي الفاينل ان شاء الله امام نادي الزمالك. بكره كمان عايزين نقول حاجه مهمه جدا، بكره لعبتنا هيجروا المسحه، مسحه كمان اخرى لفيروس كورونا علشان قبل مباراه ابو قير ان شاء الله مواجهتنا معاه يوم السبت اللي جاي، ففي مسحه لفيروس كورونا باذن الله هتتم بكره، يمر عليها 48 ساعه ثم تتلعب المباراه. النهارده طبعا بقى احنا كل يعني الايام دي خلاص يعني ما فيش كلام غير عن الاهلي في مباراته طبعا لابو قير للاسمده، اي مباراه جايه مهمه ان شاء الله لحين
مباراة الأهلي والزمالك في النهائي الأفريقي. في كأس مصر برضو الأهلي بيستعد، وبيتسو موسوماني النهاردة المدير الفني للأهلي عمل محاضرة نظرية مطولة مع اللعيبة كلهم قبل ما التمرين يبدأ. المحاضرة كان فيها كلام عن الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة أبو قير يوم السبت، بالإضافة أيضا للحديث عن الوحدات التدريبية اللي بيخضع أو هيخضع ليها اللعيبة في التمرين. موسوماني عمل تقسيمة قوية كمان للعيبة في ختام المران الجماعي، ويمكن كان حريص جدا على انه يوجه العديد من التعليمات الفنيه للعيبه اثناء التقسيمه دي اللي شارك فيها تقريبا كلهم، يعني كل اللعيبه الحمد لله شاركوا بشكل كويس جدا. شايفين كمان في الصوره عمرو السوليه بيشارك طبعا، يعني كان متغيب طبعا عن مباراه المنتخب بسبب الانذار الثاني، لكن زي ما بقول النادي الاهلي يعني عندنا كمان اللعيب، بعض اللعيبه بترجع بقى للمعسكر، يعني ان شاء الله علي معلول يعود، كل الناس بتستعد بشكل قوي جدا. يمكن كمان الايقاف اللي كان عن عمرو السوليه، هو عمرو السوليه يمكن مش هقول الرب يعني هو كان محتاج فتره عشان كمان موضوع الاستشفاء يتم بشكل اكتر من رائع. النهارده بينضم للتدريب، وزي ما قلت لكم دايما موسيماني محضر، يعني خلاص كل الارتباطات الدوليه انتهت الحمد لله بشكل اكتر من رائع. كان يوم امبارح على مستوى كره القدم، على مستوى المنتخبات اكثر من رائع. منتخبنا الاولمبي بيفوز على البرازيل، منتخب مصر خلاص حط يعني رجليه الاثنين نقدر نقول في نهائيات كاس الامم الافريقيه في الكاميرون. فكان يوم جميل، وان شاء الله باذن الله نطمن على اجاييه. يمكن هو اللي قلقنا شويه النهارده في الاصابه، لكن ان شاء الله نطمن عليه بكره ويكون جاهز ان شاء الله للفتره اللي جايه. السيد يطمنا عليه في اقرب وقت قريب. بس في برضه اثنين من اللعيبه النهارده اللي بيكملوا تنفيذ برنامجهم التاهيلي للتعافي من الاصابه، محمد هاني وطاهر، طاهر محمد طاهر. النهارده الثنائي ادوا جلسه تاهيل في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي. محمد هاني قلنا بيعاني من جزع في الركبه، طاهر محمد طاهر بيشتكي من مزق في العضله الاماميه، فان شاء الله يرجعوا برضو في اقرب وقت، والف الف سلامه. كمان محمود متولي، طبعا محمود متولي مدافع الفريق غايب بقاله فتره طويله جدا، النهارده بيخضع كمان لفحص طبي شامل على هامش طبعا المران الجماعي لفريق كره القدم. محمود متولي تواجد في مقر النادي بالجزيره، بيخضع طبعا لبعض الفحوصات تحت اشراف خالد محمود ده طبيب الفريق، بنشوف المستجدات حالته ايه، وصل لايه. احنا عارفين ان محمود متولي يعني كان عنده عمليه في الرباط الصليبي مؤخرا تحت اشراف الدكتور احمد عبد العزيز رئيس اللجنه الطبيه بالنادي، وطبعا انتم عارفين اصابه يعني الرباط الصليبي بتاخد على الاقل 6 شهور، لكن يعني هو عمل عمليه بنجاح كامل. فتره الاستشفاء واعاده التاهيل فتره مهمه جدا جدا، لان كمان محمود متولي من اللعيبه المميزه، ان شاء الله يعني يرجع بالف سلامه ويكون قوه واضافه للنادي الاهلي في الموسم الجاي ان شاء الله. يا رب يا رب. بدر بنون صفقه الاهلي الحديثه، احدث صفقات النادي الاهلي، النهارده وصل للقاهره تمهيدا للانتظام في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. اهي الصور اهي في المطار بيستعد لمنافسات الموسم الجديد ان شاء الله للاهلي. والاهلي يمكن طبعا كلنا تابعنا انه اعلن انضمام الدولي المغربي بدر بنون قادما من فريق الرجاء. النهارده عقده بيمتد ل4 مواسم، النهارده برضو وقع على كل العقود زي ما شفنا في الصور اللي انتشرت على مواقع الاتصال الاجتماعي. بعد كده راح المغرب، كان بينهي كافة الإجراءات أو يعني كافة متعلقاته قبل ما يرجع تاني للقاهرة النهاردة علشان يبدأ مشواره مع النادي الأهلي. طبعا بدر بنون غني عن التعريف من اللاعبة الرائعين اللي تعاقد معهم الأهلي، وإن شاء الله يكون إضافة قوية جدا للفريق في المباراة اللي جاية، وهو واعد جمهور النادي الأهلي بكده. بعد إن شاء الله نهاية دوري الأبطال إن شاء الله نحسم اللقب وينضم بنون لكتيبة النجوم ويساهم أيضا في تحقيق الإنجازات. يعني مهم جدا طبعا، يعني الصفقات إن شاء الله صفقة إن شاء الله تكون على قدر المسؤولية من اللعيبة المميزة جدا، تكون إضافة أكيد للنادي الأهلي. وطاهر كمان. وطاهر أكيد عندنا صفقات بجانب كمان اللي فرحنا كمان مجموعة اللعيبة المميزة اللي استدعاها النادي الأهلي من الإعارة، كلهم ظهروا بشكل اكتر من رائع. بدايه يعني بنتكلم على احمد ياسر لسه ما جاش، لكن بنتكلم على صلاح محسن، بنتكلم على ناصر ماهر، بنتكلم على اكرم توفيق، كلهم ما شاء الله ادوا مع
المنتخب المصري الاولمبي مباراه اكتر من رائعه، وقدام مين؟ قدام المنتخب البرازيلي اللي معظم لعيبته بيلعبوا في اكبر الدوريات العالميه ونجوم كبار جدا جدا جدا. على الجانب الاخر طبعا والصدى الاعلامي او الصدى المشكله الكبيره او الكارثه اللي حصلت للمنتخب الالماني، المنتخب الالماني تعرض امس لسداسيه نظيفه امام المنتخب الاسباني. طبعا ده كان في ختام دور المجموعات بدوري الامم الاوروبيه. الصحف الالمانيه كلها وكمان الصحف الاسبانيه والصحف العالميه طبعا وصفت هذه الهزيمه بكارثه تاريخيه، وكان قالوا كارثه لوف ده طبعا المدير الفني للمنتخب الالماني، تحدثوا بشكل طبعا كارثي، لان هذه النتيجه يعتبر من اكبر النتائج السلبيه في تاريخ المنتخب الالماني على مر اكثر من 66 سنه، يمكن من 66 سنه اتهزم الفريق الالماني امام المنتخب النمساوي. لكن هذه الكارثه يمكن الناس كمان بقى علقت في السوشيال ميديا ان المنتخب الاسباني بيعوض برشلونه شويه، احنا عارفين ان البايرن كان هزم برشلونه بالثمانيه، ولكن هذه الهزيمه القاسيه كان ليها ردود افعال كارثية وردود أفعال كبيرة جدا على مستوى الصحافة الألمانية وعلى مستوى الصحافة العالمية. تعالوا نشوف تقرير عن هزيمة المنتخب الألماني بسداسية أمام المنتخب الأسباني. وصفت الصحافة الألمانية اليوم الأربعاء هزيمة المانشافت أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في ختام دور المجموعات بدور الأمم الأوروبية بأنه كارثة تاريخية، واعتبرت أن ما حدث هو أسوأ إذلال للمنتخب الألماني منذ التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 1954. وتحت عنوان كارثة لإنهاء العام تحدثت صحيفة كيكر الرياضية عن الهزيمة التي وصفتها بأنها تمثل حالة غرق للمنتخب الوطني. وذكرت الصحيفة أن ألمانيا تعرضت للدهس بواسطة منتخب لاروخا وخسرت بسداسية بيضاء، وهذه الهزيمة تمثل فشلا كبيرا لمانويل نوير وتوني كروس والمدرب يواخيم لوف ورفاقهم. وقارنت صحيفة ديرشبيغل الفريق الإسباني بكرة الهدم التي دمرت الفريق الألماني وكل شيء تم بناؤه منذ كأس العالم 2018، مشيرة إلى أن ألمانيا عاشت يوما أسود. ووصفت صحيفة بيلد ما حدث بأنه كارثة تاريخية. يمكن ده أكبر انتصار لمنتخب أسبانيا على بطل توج أصلا يعني بطل كأس العالم، فالنهاردة دي هزيمة ساحقة. بس رغم الهزيمة الغريبة دي والكبيرة جدا بنتيجة 6-0 قدام منتخب النهاردة ألمانيا، لكن الاتحاد الألماني النهاردة بيقول إن لوف مش ماشي، مع إن أنت قبل التقرير كنت بتقول إن وسائل التواصل الاجتماعي الدنيا مقلوبة النهاردة على لوف، لكن النهاردة هو مستمر لحد نهاية عقده 2022. الخسارة بالستة أمام أسبانيا زي ما قلت لحضراتكم أكبر هزيمة وأغرب هزيمة أفتكر في تاريخ منتخب ألمانيا من 89 سنة. لكن النهاردة برضو بنقول أنه يعني ما فيش مدرب هيتقيم على نتيجة ماتش، يعني أنت عملت إنجازات عظيمة جدا يمكن أبرزها كأس العالم، بس مش هتيجي تمشي النهاردة أو هتتقيم من مباراة طبعا هزيمة ساحقة فعلا وتجيب أجل الواحد. بس لا طبعا يعني هي كانت مفاجأة بس سهام. برضو يعني وخلينا مش نتكلم هيمشي. لا خلينا نتكلم في جزئين مهمين جدا. الجزء الأولاني كان فيه انتقادات عنيفة جدا على لوف بعد خروج المنتخب الألماني في 2018 في كأس العالم. احنا عارفين طبعا ألمانيا كانت فايزة بكأس العالم 2014، فالخروج من الدور الأولاني كان بالنسبة لهم كارثة كبيرة جدا، ولكن رغم الكارثة ديت تجدد عقد لوف لسنوات أخرى لسنة 22. بس ممكن يعني هو اللي يقدم استقالته يعني يتكسف مثلا يعني لا هو الموضوع هناك يحرق في ألمانيا ما فيهاش كسوف. محرجة لا هي الموضوع مش موضوع كسوف، هي موضوع دلوقتي ضغوط. وعلى سبيل المثال بعض اللعيبة حتى القدام لوتا ماتيوس مثلا طلع وقال ان يورجن كلوب مطلوب في الاتحاد الالماني، يعني بيرشح يورجن كلوب انه يكون موجود مكان لوب. على الجانب الاخر بعض اللعيبه زي المعتزله بتتكلم على ان عدم وجود خبرات، يعني ازاي يكون مولر
هذا اللاعب العملاق اللي بيلعب في البايرن يكون محقق الثلاثية وغير متواجد مع منتخب لوب. على الجانب الآخر فليك، فليك طبعا عارفين مدرب البايرن اللي حقق الثلاثية، مدرب أكتر من رائع، كمان اطرح اسمه في وسائل الإعلام الألمانية أنه يكون متواجد على رأس القيادة الفنية لألمانيا الفترة اللي جاية. لكن كل دوت زي ما بتكلم، يمكن سياسة ألمانيا، أنا عشت شوية في ألمانيا يعني عشت أكتر من 12 سنة، الأمور لا تقاس بهذه الدرجة رغم قساوة الهزيمة الكبيرة جدا، هزيمة تاريخية، لكن الأمور هناك يمكن بتاخد شكل عقلاني شوية، والتقييم ما بيكونش على حسب مباراة، حتى لو كانت مباراة كارثية. يعني احنا نفتكر كابتن محمود الجوهري مشوه من منتخب مصر وكان عامل نتائج أكتر من رائعة عشان اتغلبنا في مباراة ودية أمام اليونان 6-0. فعايزين نقول إن الأمور ديت مختلفة شوية، لكن الأمور صعبة جدا في ألمانيا، وسائل الإعلام بتضغط بشكل كبير جدا جدا على عدم وجود لوف على رأس القيادة الفنية الألمانية. اترشح يورجن كلوب نمرة واحد لهذه القيادة، وترشح كمان فليك طبعا المدرب العظيم اللي حقق الثلاثية مع البايرن. خلينا نشوف يعني المنتخب الألماني رايح فين. رئيس الاتحاد الألماني قال لك النهاردة لا إقالة ولا استقالة، يعني ده أصلا أمر غير مطروح بالأساس. يعني هو يعني أنا بكلمك على مستوى يعني. على المستوى المسؤولين هم بيطمنوا لوف، لكن على مستوى الضغوط ما تعرفيش الفترة اللي جاية هيحصل فيها إيه. خلينا برضو لسه مع أخبارنا العالمية، يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله هيكون في مباراة قمة كلاسيكو الفرنسي في الدوري الفرنسي، طبعا موناكو وباريس سان جيرمان، دي ان شاء الله مباراه كبيره يوم الجمعه. موناكو بيواصل تدريباته بيستعد بقوه لمواجهه طبعا باريس سان جيرمان، احنا عارفين باريس سان جيرمان متصدر الدوري. موناكو مع مدربه الجديد نيكو كوفاتش، نيكو كوفاتش ده مدرب ده صربي كان بيدرب البايرن من 3 سنين، مدرب على قدر كبير جدا جدا من المهاره. بيحتل كوفاتش بيحتل مع موناكو المركز السادس بفرق 7 نقاط عن باريس سان جيرمان، لكن دايما دايما الكلاسيكو الفرنسي بيكون فيه مفاجآت كبيره جدا. مباراه كبيره يوم الجمعه اللي جايه موناكو وباريس سان جيرمان. هنشوف المباراه اكيد. نروح لمورجن اليكس مورجن، اشهر لاعبه كره قدم نسائيه في العالم في الوقت الحالي، النهارده بترجع امريكا للمره الاولى من وقت حملها وولادتها خلال فتره الاغلاق بسبب طبعا كورونا فيروس. مورجن كانت انضمت لتوتنهام الانجليزي بس ما لعبتش كتير، هم تقريبا مباراتين تقريبا نزلت فيهم كبديله بسبب حملها، بعدين ولدت في شهر مايو اللي فات، فهتلعب مباراه وديه مع منتخب امريكا ضد هولندا الشهر ده، ودي اول مباراه لمنتخب امريكا للكره النسائيه بعد توقف كورونا 260 يوم او اكتر كمان النهارده بسبب جائحه صحيح. كورونا. صحيح، جائحه كورونا كمان بتصيب لعيبه كتيره جدا في الايام اللي فاتت، وكان كازيميرو طبعا نجم ريال مدريد ونجم طبعا المنتخب البرازيلي، لكن كازيميرو تخلص من فيروس كورونا اخيرا، رجع طبعا للمشاركه مع التدريبات النادي الملكي ريال مدريد من جديد. كازيميرو عمل مسحه النهارده وطلعت نتيجتها سلبيه، وبدا يشارك بشكل اساسي في التدريبات بشكل طبيعي جدا. احنا عارفين كازيميرو غاب عن طبعا مباراه الريال وفالنسيا، اللي يمكن كان فالنسيا عمل مباراه كبيره جدا جدا وفاز على الريال 4-1. كمان ما انضمش، احنا عارفين الاجنده الدوليه، ما انضمش اكيد للمنتخب البرازيلي في وقت التوقف الدولي، ولكن بيرجع بشكل كامل مع ريال مدريد للعوده تاني للدوري الاسباني ان شاء الله. بقى نروح اخبارنا خلصت بعد اخبارنا على السريع كده، يعني الفقره الاولى انتهت. بعد الفاصل نستقبل اولى ضيوفنا في البيت الكبير، الاستاذ محمود صبري مدير تحرير جريده الاهرام في ضيافه هاني رمزي. أهلا بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، وأول فقراتنا الحوارية إن شاء الله مع الناقد الكبير ورئيس أو مدير تحرير جريدة الأهرام المتميز دائما الأستاذ محمود صبري. مساء الخير أستاذ محمود، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ تمام. كان يوم حلو امبارح على مستوى المنتخبات، كان يوم أكتر من رائع. هنتكلم أكيد على منتخبنا الأولمبي ومنتخب المنتخب الأول، و بس يعني امبارح جماهير النادي الاهلي كانت قلقانه شويه، قلقانه من الاصابات وقلقانه من، كانت دايما بتتابع يا رب كل اللعيبه ترجع سليمه، والحمد لله طمناهم. برضو رؤيتك للجزئيه ديت يعني نهايه خلاص الاجنده الدوليه ورجوع بقى لعيبه النادي الاهلي لبيتهم واستعدادهم ان شاء الله لمباراه كاس مصر ان شاء الله يوم السبت، وطبعا للاستعداد للمباراه النهائيه امام نادي الزمالك. عايز اقول لحضرتك انه امبارح يعني ادى امل لمستقبل الكره المصريه حقيقة. يعني يوم بالنسبه لفوز المنتخب في لومي 3-1
وهنا في القاهره 2-0 امام منتخب البرازيل، ادى امل ان في المستقبل ملامحه وضحت. عندنا جيل طالع، جيل مميز، لعيبه بعد فتره يعني نضب فيها المعين لحد ما من بعد تفوق كبير حتى 2010 ثلاث بطولات امم افريقيا، ثم تراجع في المستوى، ده امر طبيعي جدا في الحياه انك انت عندما تصل في القمه المهم الا يعني يحصل لك سقوط، المهم صحيح. انك انت تستطيع ان تعود مره اخرى، وهي الكره المصريه بدات تتعافى تدريجيا مع المستويات اللي احنا شايفينها. منتخب مصر كان حسام بدري امبارح عمل مغامره جريئه، ربما المغامره دي كانت احد نقاط الخلافيه اللي كانت في مباراه الذهاب هنا بينه وبين طارق مصطفى، ان هم كل واحد فيهم عمل تشكيل، كل واحد كان عنده وجهه نظر في التشكيل، اتحط المطالبه بمنح الفرصه لبعض الشباب، نتج عن انه اللي حصل بعد التغييرات اللي تمت هناك، في تغييرات اضطراريه، لكن اللي حصل امبارح برضه يؤكد على انه كل اللي تعرض له حسام البدري في الفتره، وانا لم اكن اؤيد على صفحات السوشيال ميديا بهذه الصوره، ان المدرب اي مدرب بيحتاج انه في مباراتين، كسب المباراه الاولانيه عنده مباراة تانية، بعد مباراة تانية يستطيع أن تقيم الموقف بسلبيات. هنتكلم على منتخبنا طبعا، كمان المنتخب الأمي محتاج نتكلم عليه بتفاصيل أكتر، كمان منتخبنا الأول، لكن خلينا نتكلم في جزئية لعيبة النادي الأهلي. الجزئية اللي احتبست فيها الأنفاس جزئيتين، جزئية يمكن الأخطر لقطة الفيديو بتاعت أليو بانشي. أليو ديانج دي يمكن اللقطه اللي قعدت الناس منتظره وبتقرب وتسال وتتصل، كله عمال يكلمك وكلنا عاوزين نطمن على ايه، لكن هو الولد طلع ذكي وعارف انه الدنيا وكده، يعني جرت اتصالات بيه، فالتويتر اللي عملها يمكن ريحت الدنيا ان انا ما عنديش مشكله وان انا كويس. ايضا كمان موضوع ايمن اشرف وكلام برضو طبيب المنتخب، وهو طلع برضو على الهواء امبارح اتاكد ان هي كدمه، وحتى حصل نوع من يعني الهزار بينه وبين طارق حامد وبتاع. طبعا ده نوع من يعني على فكره من النهارده لغايه يوم 27 كل جماهير الاهلي او جماهير الزمالك كل في حاله احتباس انفاس وترقب طبعا المباراه يوم السبت، مباراه الكاس مع ابو قير. طبعا انا ما كنتش حابب انه يعني اتحاد الكوره في ظل ظروف الارهاق للاعيبه الناديين، يعني سواء ما تلعب المباراه في القاهره، يعني اكيد في ملاعب في القاهره تستطيع انها تستضيف في وقت واحد او حتى الساعه 5 والساعه 8، يعني رحمه باللاعبين يعني من رحلات طيران ومن سفر، تودي اسكندريه بعدين ترجعه، وتودي مثلا السويس بعدين ترجعه، وتقول لي بعد كده ماشي بعد يوم 27 ماشي الوضع هيبقى مختلف خلاص ونخش في الدوري. لكن عاوز اقول لك ايه، يعني هم ناس ما بيأثروش، يعني مقدمين كمان ومسافرين توجوا في طياره خاصه وراجعين بعد الماتش على طول، يعني اعتقد كان في يعني حل افضل من مساله انك انت توديه ما بين الاسكندريه وما بين السويس، يعني القاهره مليانه فيها 5-6 ملاعب يستطيع ان هم يستضيفوا خاصه المباريات بدون جمهور. عندك الكليه الحربيه، عندك المقاولين العرب، عندك الدفاع الجوي، حاجات كتيره. ما اعرفش ليه يعني هو جدول على ايه الهدف، يعني ايه الهدف؟ ما دي برضه علشان مباراه الكاس تقول لك في ارض يعني يعتبر محايده، يعني محايده، ما هي محايده بدون جمهور، ما هي محايده بدون جمهور الكلام ده. لو رايح يلعب هناك ويعني في جمهور فهتقول له لا من غير جمهورك، لكن ده هنا من غير جمهور وهنا من غير جمهور، ايه السبب انك انت تعمل يعني يعني الجاب الطويل؟ ليه ترهقهم كده وتتعبهم؟ ما تدي فرصه لالتقاط الانفاس، يعني حرام، يعني خاصه انك انت بتقول وبتمني نفسك وبتغني ان احنا عاوزين نشوف نهائي فنيا وتنظيميا، ما خلاص. يعني مش عاوز اقول انه كان يفضل انه مباراه الكاس ما تتعبش لو في يعني، لكن ماشي تتلعب الكاس عشان دي الوقت، وانه خلاص احنا دخلنا بدور الثمانيه، بعد كده سيمي فاينل، وبعد كده المباراه النهائيه عشان تغلب. لكن طبعا امبارح الموقف بامانه شديده كان في حاله ارتباك وحاله خوف، يمكن مع يعني الساعات المتاخره بدات الناس ايه تطمن على انه حتى سلامة علي معلول اللاعبين. كمان كان معلول كمان الناس كانت قلقانه، بس طبعا علي معلول برضو يعني عاوز اقول لك كله كان خايف انه يحصل حاجه. كل ده يعني بتبقى حاجات دي في الكوره ورده، الاصابات دي اصلا قدريه، يعني اهم حاجه انه اللعيبه دي يكون في حالتها يوم المباراه النهائيه. عاوز اقول انه مباراه نهائي 27 مش كمان شغل المدربين بس، لا، من اللي هينفذ في الملعب ده اخطر من شغل المدرب، اللي هيستوعب كلام المدرب ويعمل اللي هو عايزه. محتاجه المساله محتاجه جهد كبير جدا، محتاجه تركيز وتعيش على كل تفصيله. طبعا من بعد يوم السبت لغايه يوم الجمعه انت عارف كله هيبقى ايه، هتدخل في فتره بقى ما بين بقى كله بقى شغال يقول لك التوقعات اللي مش عارف ايه، وده يسرب اخبار، وده يعني عاوزين
ماشي هنقول ده في لغه الكوره وبتاع، لكن ده مش منطقي مش صحي في ظاهره، خاصه احنا شفنا الروح الطيبه بين لعيبه الفريقين في المنتخب، وده الشيء اللي انا اتكلمت مع حضرتك قلت لك ده الاهم حاجه. اهم حاجه انك انت تلعب كوره يا جماعه. يعني النهارده التقرير اللي حضرتك اعرضته خساره المانيا من اسبانيا 6-0، طب بعديها المانيا ممكن تبطل كوره؟ يعني يقفلوا الاتحاد الالماني ويقولوا عار. استاذ محمود البرازيل اتغلبت على ارضها في كاس العالم 7-7 يعني. هو بنتكلم هو ده كره القدم، ودي كره القدم، ودي حلاوه كره القدم على فكره. يعني ايه؟ شوف الناس بتاخدها ازاي، وتستطيع ان هي بعديها ممكن انت بتمر بتجربه بعد كده يعني تعود منها قوي، انك انت تتعلم من اخطائك. هل المانيا بعد كده خلاص؟ لا، يعني شوف المانيا اللي خسرت كاس عالم مثلا على ملاعبها رجعت بشكل تاني قلبت الدنيا. يعني صح في 2010 مش كده، في 2014 كسرت الدنيا، وبعدين اخذت اوروبا، وبعد يعني عاوز اقول لك ايه، عملت شغل. النهارده انت اللي احنا بنقول انه احنا بدا يبقى عندنا شكل، بدا يبقى في شكل ملمح مهم جدا انه منتخب مصر بدا يستعد معاهم من ايه الحاله اللي وصل ليها ايه الاهلي والزمالك نهائي دوري، حدث كبير جدا، حدث ممكن ما تكررش تاني في التاريخ، انه فرقتين من مصر يصلوا اعرق بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني البطوله تعتبر بطوله رقم 2 او 3 على مستوى العالم. فاعتقد انه حس النادي الاهلي اكيد حوافزه مهمه جدا، اكيد طموحات لعبته والجهاز الفني كبيره جدا، اداره بتوفر كل الامكانيات، اللعيبه مقدرين وعارفين ولازم فاهمين ان دي مباراه لعيبه، مباراه اصرار، مباراه حماس، مباراه بيحوي ينتظرها ملايين من جماهير الاهلي على مش في مصر بس، على العالم العربي. اتمنى ان اللقاء يخرج بصوره فنيه تنظيميه، علاقات بين اللعيبه ده الاهم، الحدث الاهم والابرز، نحن نقدم صوره كويسه جدا نقول ان احنا عندنا كره قدم في يوم 27 ان شاء الله. انا اتفق معاك تماما استاذ محمود، الصوره ان شاء الله باذن الله. ودلوقتي ده دور ناس كتير جدا. انا اتكلمت في ايه الدور اللي نقوم بيه كلنا كاعلام او نقاد او حتى مسؤولين عن كره القدم من اتحاد كوره، من مسؤولي الاهلي او الزمالك، ان احنا ان شاء الله نوصل الاجواء ليوم 27 تكون اجواء هادئه، اجواء احتفاليه، لان انا في اعتقادي دي احتفاليه كبيره جدا، يوم تاريخ مصر، يوم تاريخي للنادي الاهلي ونادي الزمالك. نوصل بالجزئيه ديت على اساس يبقى ان شاء الله المباراه نستمتع بمباراه فنيه طبعاً. الفرقتين فرقتين كبار، النادي الاهلي، وبرضه هكلمك على جزئيه كمان ان جزء كبير من لعيبه النادي الاهلي الموجودين ما حصلوش على البطوله الافريقيه، ده حافز بالنسبه لهم. والحافز الاكبر كمان ويمكن كلامي واصل اللعيبه وهي اكيد عارفه الكلام دوت، ان خلاص تقرر اقامه كاس العالم للانديه طبعا ابطال القارات في يناير في فبراير ان شاء الله، من 1 فبراير ل 11 فبراير في قطر. فدي كمان، والنادي الاهلي عنده يعني عنده سابقه احداث ايجابيه بالوصول لكاس العالم كذا مره للانديه، فده كمان حافز للعيبه وحافز للجهاز الفني اكيد يعني. لا طبعا، لا يعني انت عندك لعيبه فعلا ما فازتش بدوري ابطال ولما تتذوق طعم، واللعيب الوحيد اللي كان حاضر هو يمكن احمد فتحي، وهو يعني خلاص احمد فتحي توجه الى وجهه اخرى، اتمنى له كل التوفيق. لكن عندك مدرب فاز بدوري ابطال افريقيا 2016 فعنده الخبرات اللازمه، عنده الاستعداد. لعيبه الاهلي لازم تبقى عارفه حجم الحدث، عارفه قيمه المباراه، وشايفه الاجواء حواليها ايه. اعتقد كل الامكانيات متوفره، كل الاستعدادات الفنيه، كل التركيز في المباراه، اكيد الجهاز الفني على مستوى عالي من الحدث نفسه، عارف هو عامل ايه المطلوب منه. توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو يعني الاولى، بس عليك انك تؤدي حتى تحصل على التوفيق، لانه الحظ ما بيجيش كده، الحظ والتوفيق والكلام ده بيجي نتيجه عمل وجهد متواصل واصرار ورغبه اكيد وتحضير كمان لتحضير للمباراه ومذاكره يعني مساله في الهدف انك انت تحقق الكلام ده. ها انا يعني عاوز اقول لك هي لغه الصمت والهدوء والتركيز، وانت عارف عامل ايه في ده كله، دي حاجات دي مهمه جدا، وهم لازم عارفين ان هم في الفوز بدوري ابطال افريقيا هيدخلوا من الباب الكبير، ان هم يعيدوا ناديهم بعد غياب 7 سنوات عن المشهد مره اخرى. فوز بدوري ابطال افريقيا مش بطوله واحده، ده 3-4 بطولات في حجم بعض. ده فوز بدوري ابطال افريقيا، وصول لكاس العالم، يعني تصيد انديه افريقيا، الحصول على العوده للترتيب الاول في ترتيب الانديه الافريقيه، الكلام ده برضو المنافس التقليدي والغنيم التقليدي نادي الزمالك، نادي كبير وكل الاحترام والتقدير. كل في جمله بطولات بتاعت العاب السوبر، يعني حزمة بطولات جوه مباراه واحده، حزمة بطولات داخل مباراه واحده، فده بيدي الهمه. بس انا اللي عايز اقوله انك انت
مطالب انك تطلع كل هذه الطاقه في ارضيه الملعب في التركيز في الكره فقط دون نظر لاي شيء اخر. ده بياتي من ايه؟ من عمل، من اهتمام بتفاصيل صغيره جدا هي اللي تؤدي الى ايه؟ منصه التتويج ان شاء الله باذن الله. من ضمن التفاصيل والتحضيرات، تفتكر برضو حضرتك ان مباراه ابو قير من ليها نوع من الاهميه الخاصه لانها بطوله، يعني طبعا. بطوله طبعا. كاس مصر، بطوله عندك فممكن جدا نشوف سبع سنين باين اعتقد، يعني كاس مصر غايب بقى له فتره عن النادي الاهلي وهي بطوله اخر كان مع المصري اعتقد في خمس ست سنين اعتقد الاهلي ما خدش. فبرضه رؤيتك ايه؟ هل موسيماني هيعمل المعادله الصعبه بان ممكن تكون جزء من تجهيز اللعيبه اللي ما كانتش لها يعني مشاركه بشكل كبير، جزء كبير من اللعيبه اللي محتاج ممكن يشوف تقييمها علشان تبقى تشارك في مباراه النهائي؟ يعني تقييمك ايه سريعا او دور ايه مباراه ابو قير للتحضير للمباراه النهائيه؟ هو في وجهتين نظر، في وجهه نظر ان الفرقه ما لعبتش مع بعض من بعد يعني مثلا مباراه الوداد، ما فيش مباراه في، هل ممكن هو يعني يكون في تفكيره انه يلعب بالتشكيل الاساسي؟ اعتقد هيبقى خوفا على يعني خوفا على ايه؟ الاصابات. لكن اعتقد ان هو برضو عنده فرصه انه يدي فرصه لبعض اللعيبه الاساسيين بيعمل حاجه في الملعب من خلال برضو بعض العناصر الثانيه. ما اعرفش كمان اتحاد الكوره في قراره هل السماح للصفقات الجديده بانها تشارك في المباراه ولا لا؟ لا، كاس مصر اعتقد بالقائمه القديمه. ده كلام غريب على فكره، يعني يعني لغايه دلوقتي اعتقد ويمكن يصححوا لو في اخطاء. لكن لا، حد قال لي انه كمان مسموح لهم بالمشاركه في المباراه النهائيه فقط. النهائي كاس العالم ممكن يلعب كاس مصر ممكن يلعب بالصفقات الجديده. ايه الفرق ما بين انا جايب مثلا لعيب عندي اعمل بيه يعني. ايه الهدف يعني؟ يعني ايه الفرق؟ ايه الفكر الفني في الموضوع؟ لما انت عاوز تحرمني من الصفقات، طب بلاش ما العبش في المباراه النهائيه، يعني خليك بنفس ايه؟ اعتقد عشان المباراه النهائيه اعتقد يوم 5 ديسمبر، فهيكون التأييد اتفتح باب فتح باب الحاجة غريبة والله. خليها اعديها المره دي حاجه غريبه. لكن بص اعتقد هيبقى فرصه انك تدي برضو بعض العناصر اللي حصل برضو في اخر مباريات الدوري. اوكي. لكن ده هتدي برضو فرصه للعناصر الموجوده عندك سواء ما شاركوش برضه مع تطعيم من بعض العناصر الاساسيه، لانه برضه مباراه مهمه. يعني ابو قير برضه عاوز اقول الكوره ما فيهاش دلوقتي كبير وصغير، غلط كوره بالجهد والعرق مع كامل احترامي لاي حد، حتى هو نفسه موسيماني سال انا عاوز اتفرج على الفرقه، ما لازم اتفرج عليها. فقط مباراه ابو قير كمان خلاص، يعني كمان ايام، يعني ان شاء الله يوم السبت انت عارف بكره هيبقى كمان في مسحه لكل الناس من بين فيهم اللعيبه الدوليه. اللعيبه الدوليه لسه راجعه من رحله طويله، فممكن جدا يكون اشتراكهم على استحياء او ممكن جدا ياخدوا راحه كل اللعيبه الدوليه. لما يعني لا ما في حاله الهاب، فاعتقد هيدي للصف الثاني مع بعض المجموعه برضه هو حابب يشوفهم برضه، يعني بادجي مش عارف ايه الناس الثانيه دي برضه موجوده، في عندك عناصر موجوده برضه ما لعبتش، لكن عناصر الشباب بالظبط، عناصر الشباب الموجودين يديهم فرصه. لا يعني اعتقد حسابات، لكن اكيد هيحافظ على عناصر اساسيه، لانه طبعا ما تضمنش انت زي ما انت شايف، يعني في كوره في داخله في لعبه مش مقصوده ممكن تحصل اي حاجه. صحيح. تعرضك لموقف انت ما تضمنش نتيجته بعد كده. فاعتقد ان هي فرصه ان هو برضه يتفرج يعيد لنفسه تاني، يعني هو زي مثلا ما عاد يتابع مباراه المنتخب، مباراه المنتخب الاولمبي واكيد عمل تقرير عن اللاعب الموجودين، اكيد يعني مشاهدته مباراه المنتخب مع توجو اكيد برضه شاف واتفرج على لعيبته. فاكيد هيبقى عنده فرصه ان هو يدي للناس اللي هو ما شافهاش بصوره كويسه وهو قدمها في اخر مباريات الدوري، ان هو برضه يشوفهم برضه مباراه كاس، ومباراه الكاس مباراه مثيره وفيها مفاجات. فاعتقد انه برضه هيديهم مع بعض عناصر خبره، لانه مباراه مهمه بالنسبه له، مش هيفرط فيها يعني ويلعب بالصف الثاني كله. صحيح. رغم ان عد يعني ايه ناس جايه مرهقه، في عنده بعض الاصابات زي ما احنا شايفين، لكن في ناس برضه رجعت، اعتقد انه فرصه ان هو يجربهم ويقف على مستواه. اخر حاجه في ملف النادي الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقنا في مباراه ابو قير والمباراه النهائيه، كمان في جزء مهم جدا ان الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم مع اللعيبه بشكل اكتر من صارم على الاجراءات الاحترازيه. شفت مجموعه اللعيبه على مستوى مثلا صلاح ثم النني وكوكا، وعلى مستوى حتى الاداريين في شديد جيلاني عنده اصابه، والمدلك محمد عبده اعتقد عنده، فجزئيه دي قلقت شويه الكابتن سيد عبد الحفيظ، وكان عنده اجتماع مع اللعيبه وقال
الفتره اللي جايه لازم يكون كل لعيبه على مستوى المسؤوليه، يعني ما فيش لعيب يتواجد في تجمعات كتير، لازم يكون في مسؤوليه واضحه جدا جدا، لان المباراه قريبه جدا ومش احنا مش مستحملين كمان اصابات في كورونا. يعني الاصابات في الملعب حاجه بتاعت ربنا، لكن طبعا كابتن سيد لازم كابتن سيد يحط لائحه عقوبات، عندك حق، يعني على التحركات دي. واعتقد انه كان في تصريح لموسيماني حذر حتى اللعيبه المحترفين اللي عنده لما سافروا يلعبوا هناك، حذرهم انه ما تبقى في حكومه على اي لاعب ما يلتزمش بالاجراءات. انت مش ملك نفسك، انت ملك نادي وجماهير، ويعني عاوز اقول لك يعني انت محطوط عليك امال ومسؤوليه، المفروض مسؤوليتك كشخصيه يعني كشخص تتابع وتبقى حريص على نفسك اكتر من اي حد. وانا مش محتاج انه الكابتن سيد ابو حفيظ يطلع يوجه ويقول، لكن لازم تعرف حتى لو تعرضت مع مضغوط اجراءات لدعوتك لتجمعات لفرح لاي مناسبه غير 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 مقبول، غير مقبول طبعا، ده غير مقبول. واذا كنت شفت اكيد رده فعل اللي حصلت من جماهير ليفربول ضد محمد صلاح، رد فعل عنيفه جدا ومبالغ رغم انها مبالغ فيها. بس استاذ محمود، محمد صلاح لعيب كبير ونجم كبير، لكن هناك المقاييس مختلفه. محمد صلاح اكيد اعتقد وجهه نظري انه غلط انه يروح فرح حتى لو كان فرح اخوه في ظروف هذه الجائحه، وبالتالي كان ليها اثر سلبي على ليفربول، اكيد ليها اثر سلبي على المنتخب، وشفنا كميه كمان الاصابات اللي حصلت بالنسبه للمنتخب. هي بس يعني هي كلام اصابه محمد صلاح فيها كلام كتير جدا، يعني تناصر كثير من الاراء حول هل هو خدها هنا ولا خدها هناك. طب مش هو لا مش دي القصه، مش عاوز اقول القصه، لكن عاوز اقول لك ايه، شوف رده فعل كانت عنيفه جداً طبعا شرسه جدا أكيد. وحتى ليفربول حتى ما اظهرش حتى بيان ولا اتكلم، ده سكت، ده يعني قال لك متابع وننتظر. وانت عارف انني على طول اداره ايسر بعتت عاوزين نعرف نطمن، عاوزين التحاليل، عاوزين الاخبار أكيد. مش عارف ايه، تريزيجيه طياره خاصه، تعال. يعني عاوز اقول لك ايه، لا انت قيمتك بقيمه المكان، صحيح، لابد يكون عندك احساس بالمسؤوليه. فانا يعني كيف صراحه اكيد يبقى عنده لائحه كده، يبقى عنده كلام يتقال في انه اي حد يخرج عن الالتزام، لانه برضه بيحافظ على صحتك وصحه اسرتك. ما انت لازم يبقى في يعني استجابه وتجاوب بشكل واضح. فاعتقد الامر انه يعني ربنا يسلم في الايام الجايه، انت عارف عمليات عماله تطلع، صحيح، مفاجات غير متوقعه. طبعا الصور اللي اتشافت مع مثلا مع انه مش عملت حاله ارتباك في الطياره، مش عارف فيديوهات برضه عامله الناس إيه؟ قلت لما كمان عرفوا ان النني كمان كان في التمرين، وبعد التمرين قال له ان انت عندك يعني ايجابيه، فالناس قلت يعني عمليه برضه ان شاء الله ربنا يسترها عليك ان شاء الله. طب نتكلم على جزء مهم جدا وحضرتك كنت عايز تتكلم عليه بجزء تفصيل شويه، المنتخب الاولمبي والانجاز التاريخي اللي عمله بالفوز، اول منتخب مصري يفوز على منتخب برازيلي في جميع الاعمار السنيه، بدايه من منتخب شباب اولمبي منتخب اول، فانجاز اعتقد يستحق الواحد يتكلم عليه ويكبره. ونتكلم فيه من النادي الاهلي، من لعيبه النادي الاهلي المعارين جوه النادي الاهلي، نتكلم عليه اجماليا طبعا، رؤيتك ايه لهذه المباراه، ونتكلم على تالق لاعبي النادي الاهلي الراجعين من الاعاره اكرم توفيق، صلاح، محسن، ناصر، مه. من بقول لحضرتك نقطه من اول السطر امبارح، يمكن مدي حاله من الاريحيه وامل كبير جدا ان احنا خلاص بدا عندنا ملامح منتخب اول ورافد اساسي من المنتخب الاولمبي، خلاص بقى في رابط من التعلق من المنتخب الاولمبي، لعب وعنده سبعه غيابات، سبعه من العناصر مش موجودين، مزبوط. لكن ده كله يؤديك على انك انت خلاص بدات تحط رجلك وتعود مره اخرى للساحه بقوه. بقى هنا بقى محتاج بقى ايه؟ الجيل ده محتاج بقى اهتمام اكتر من كده. يعني انا نفسي مثلا العناصر تبقى محترفه بره، يعني كل ما الاحتراف بيعلم حاجات كتيره جدا، الالتزام، الانضباط، زياده المهارات، التجويد، العمل، التدريب، الشغل. انت امبارح قدمت مباراه، انت على مدار مواجهتنا مع البرازيل حتى لما جت زارونا هنا قعدوا لعبوا في القاهره ثلاث ماتشات فتره الستينات، غلبنا برضه ثلاث، لعب مع محمد صلاح وفي لندن 2012 3-2 وكان موجود فيها ابو تريكه ومش عارف مين، لعبناها في كاس العالم، كاس قارات في جنوب افريقيا، ولعبنا مباراه تاريخيه برضه طبعا على مستوى الاداء، برضه الفار بوظ علينا التعادل بتاعت احمد محمد، ماشي. لكن عاوز اقول لك النتيجه الابرز انه بقى في شكل يا كابتن، في قوام، في عندك لعيبه ومهمه جدا قدمت نفسها بشكل يعني من كل المجموعه اكثر من رائعه. المجموعه عناصر النادي الاهلي خبراتهم في اكرم توفيق، ناصر ماهر كل ما بيزيد، عمار حمدي حاجه يعني انا مش عاوز اقول مستغرب تجديد، مش عاوز مستغرب في تجديد عرضه للاتحاد، ما اعرفش هل موسيماني اتفرج شافه ولا لا. احمد ياسر عندي علامه ودايره
انا يعني احمد يعني اعتقد يستحق انه يبقى موجود في الاهلي في الموسم الجاي. ما اعرفش وجهات النظر ايه، هل هو عشان القائمه مكتمله، هل هو لا نضج بصوره كبيره جدا، لاعب قدم مستوى، انا اعتقدت انه بعد ما قدم مستويات كبيره جدا في التصفيات المؤهله هنا في القاهره، وكان لاعب راس مسجل هدف بطوله افريقيا للشباب كنت اعتقد انه خلاص انه مساله عودته للنادي الاهلي، يعني مش عاوز احطه في مقارنات مع حد، لكن دي عناصر المفروض تبقى متواجده في التشكيل الاساسيه. خلاص انت المفروض عندك في تفكيرك، واعتقد موسيماني في رؤيته كده، انه خلاص هينزل بالسن خالص، محتاج مجموعات من الشباب من 21 و22 23 سنه لبناء مستقبل 5 6 سنين. ده بيتم من العناصر دي. احمد ياسر يستحق فرصه، نصر ماهر يستحق فرصه، عمار حمدي يا صدر خلاص قرار، ربنا يتمنى له التوفيق ان شاء الله. هو بيحب اسكندريه وبيحب الاتحاد وله تجربه قبل كده، وكان له تجربه مهمه جدا مع طلاع الجيش، من العناصر الكويسه. خلاص انا عارف انه ممكن النادي الاهلي وسياسته هو انه بيتقلوا اكتر بيديله فرصه، لكن في وقت اللاعب بيحس فيه عشان ما يفقدش الامل في انه ليه مكان، يستحق انه يبقى موجود في المكان. فاعتقد انه من الحاجات المهمه جدا الملاحظ ان احنا في كمان بيكهام برضو من العناصر اللي هتنضم ان شاء الله، وابن النادي الاهلي صح اكتسب خبراته في دجله، لكن عودته برضو للاهلي شيء مهم جدا. ده بيرسم لك المستقبل بقى، الناس دي خلاص ما ينفعش تطلع بره حضنك، المفروض دلوقتي تبقى موجوده في الدايره بتاعتك. اعتقد انه احمد ياسر هنا وبعيده مره ثانيه، يستحق من المسؤولين في النادي الاهلي اعاده نظر، يستحق من لجنه التخطيط ان هم يبصوا عليه مره ثانيه. هيشوف لعيب كبير جدا هيزيد لما ينضم للاهلي صفوف. انت بص على خط الهجوم بتاعك، تحتاج لاعب شاب عنده روح، عنده اصرار، عنده عزيمه، عنده قوه انطلاق، يستطيع ان هو يقدم لك افضل من انك انت تجيب لاعب محترف. يعني موسيماني من خلال متابعتنا ليه من المدربين اللي هو عنده ميزه ان هو بيعرف في حته الذهب كده يلمعها برضه، صحيح يعني صنايعي بلغه الكوره. فاعتقد اكيد هيبص بقى، اكيد هيشوف هيبقى له وجهه نظر في الناس دي، وان هتبقى الناس دي هو مجرد كمان يعني اصراره لوجوده او اتجاهه للاستاد القاهره لمتابعه المباراه لايف، ده كمان بياكد ان هو عينه على الولاد بشكل جيد. لا وفي فرق انك ممكن خلاص هتفرج في التلفزيون، لكن ده خلص التدريب مع كابتن سعد عبد الحفيظ، بعد مباشره بعد التدريب النادي الاهلي راح على الاستاد وشاف المجموعه، وانا شايف انه ان شاء الله مكسب، يعني عوده الولاد دول مكسب. اتفق معاك ان احمد ياسر عنده رؤيه وبيقدم احسن مستويات، ممكن جدا الوقت المناسب النادي او الاداره الفنيه شايفه في وقت مناسب لضمه في وقت معين، دي طبعا دي رؤيه فنيه، لكن انا اتفق معاك ان هو ماشي بشكل اكتر من رائع. ما تظلمهوش يا كابتن، يعني انا يعني ايه يعني انت بص، مش عاوز احطه في مقارنه، لكن هو ده من حتى في المنتخب الاولمبي كان بيتحط رقم 2 بعد مصطفى محمد، صحيح خلاص شوف هنا الفرق، مش عاوز اقول لك شوف الدعم لمصطفى محمد عامل شكل ازاي، وهنا لا، يعني المفروض ياسر يستحق انه يبقى في الفرصه، لانه لعيب عنده امكانيات وعنده قدرات، كمان كورته على الارض حلوه، يعني كمان لعيب بلغه الكوره ولا الهجام، يعني مش خواف، يعني لعيب عنده جرأه وعنده قوه، بيلعب بدماغه كويس قوي ومحطه كويسه طبعا، يعني تدعمه يستحق انه يبقى موجود في تشكيله الاهلي في الموسم الجاي، ومن العناصر الاساسيه. ولو رجعنا لتاريخ الاهلي يعني في السابق هتتفرح حاجات كتير، هي ان النجوم بتيجي من فين واللعيبه بتيجي من فين، منك انت بتدي فرصه للشباب، انت صحيح. محتاج فعلا حاجات من نوعيه اللعيبه دي، وانا بقول لك اهو بدا يبقى في شكل، عندنا منتخبين بيكملوا بعض، ولسه معتقد بامكاننا ان احنا نجود ونبحث ونشتغل ونطور اكتر من كده. الجزئيه دي اللي سريعا قبل ما نقفل ملف المنتخب الاولمبي، دي الجزئيه يمكن كانت ناقصانا شويه في اجيال مختلفه، انك ازاي عندك دلوقتي الحمد لله عندك جيلين، منتخب الاول حتى العناصر المنتخب الاول الاعمار السنيه مش عاليه قوي، عندك جيل اكتر من رائع، الجيل المنتخب الاولمبي، ازاي الوصله ديت، وازاي انك تكون منتخب يعني على اعلى مستوى يمثل مصر خلال هقول لك العشر سنين اللي جايين. هي دي الرابطه الفنيه اللي كانت ناقصانا في اجيال قبل كده، يعني كان في جيل 2002 ما كانش ليه فرصه، خلاص منتخب اولمبي وخلاص والموضوع خلص. يعني حتى في 2012 كنت متواجد مع مجموعه من اللعيبه، كان انا كنت المدير الفني، وقلت ان يعني انا حتى قدمت كده تقرير انه قلت الولاد دول على طول يطلعوا مع برادلي كلهم، كل الناس دي تكون موجودة المميزين منهم، جزء دخل وجزء بعد شوية.
فانا الربط ما بين المنتخبات ده شيء مهم جدا. دلوقتي في كابتن ربيع ياسين عنده منتخب شباب، فانت عندك ثلاث اكتر من رائع. طبعا فاداره المنتخبات والرؤيه الفنيه انك تكون عندك منتخب، يمكن مصر منتخب مصر ممكن جدا يكون عنده قوام اساسي من 40 45 لعيب. عارف يا كابتن انه منح الناس دي اعارتها للانديه الثانيه كان هي سبب التالق ده. وبقول لاتحاد الكوره بدل ما انت تضيق على الانديه وتقول لي خمسه وده همك، بدل ما توسع القاعده وتدي فرصه للانديه الكبيره انها بتجي لها عناصر مميزه وان هم بيطوروا بيدوا اعارات للانديه الثانيه. وانا من احد الناس اللي رافض مساله انك انت لما تدي اعاره للاعيب انه ما يلعبش قدامنا دي، لا خليه يلعب قدامنا دي عشان تبان قدراته الحقيقيه. صح انتوا خدتوا القرار دلوقتي في التعديل الجديد، لكن من قبل كده ما يصحش انك انت حتى لما تدي اللاعب تدعيله انك انت تحرمه ان هو قدام نفسه يقدم نفسه حتى لو كان هيكسر الدنيا قدامنا دي. لكن هي دي الكوره، ما فيش الكلام ده ما شفناهوش يا جماعه في اوروبا. انت ليه بتقفل وتقول خمسه ليه خمس معارين؟ ما تخليهم 10 معارين. ما بتستفيد الناس الثانيه وممكن يبقى في تفاهم بين الانديه ان انا بدي له لاعب مثلا ما ادوش بسعر عالي. في انديه دلوقتي مستنيه يعني مثلا اللعيبه يعني مين اللي بره ومين اللي جوه؟ البنك الاهلي واخد اكتر من اربع خمس لعيبه من الواد الصغير. يعني ليه بتضيق الواسعه؟ يعني ليه بتقفلها كده يعني؟ يعني انت دورك ومهمتك كاتحاد كوره المساله انك انت بتدين لصالح انه يبقى عندك منتخب قوي. لو ما كانش العناصر دي كانت موجوده بتلعب في دجله والجونه والانديه الثانيه دي مختلفه سواء لعيبه الاهلي او لعيبه الزمالك او لعيبه وامبي او المقاولين او مش كنتش هتلاقيهم دلوقتي، مش تلاقيهم موجودين. مظبوط. كنت هتبقى عندك حزبه مدربين وكابتن شوقي قال لك مش هاخد غير اللي بيلعب. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ انت دور كاتحاد الكوره اطلع من دايره الاهلي والزمالك احب على راسك، يعني بلاش نخش نمسك في ده عشان نطلع يبقى عندنا كوره. عاوزين نخلص من دايره سيبي يا سيدي سيبك من الجزئيه دي، خلي هدفك الاساسي ان يبقى انت بتنظم مسابقه هدفها الاساسي يبقى عندك كره قدم، يبقى عندك اقتصاد واستثمار اعلى، دوري اقوى، منافسات اقوى، لعيبه افضل، وتفتح الباب والعين ان اشوف بره برضه في اوروبا ايه الشكل، ناس عاوده تتفرج. شوف احنا ما طلعناش كام لاعب، كل اللي عندنا 3 4 لعيبه، ده عيب. ايه بقى عندنا تطبع ليه بس محترفين؟ ده هاخد من الجزئيه وبأيد حضرتك ان دلوقتي الوقت للولاد المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي ان شاء الله يعني عمل صوره رائعه هنا في القاهره وفوزه بالبطوله الافريقيه، صوره اكثر من رائعه بفوزه على البرازيل، كمان الصوره هتكتمل هناك في الاولمبياد. وده الاولمبياد ده هتلاقي مجموعه من الايجنت ومدربين العالم كله بتتفرج على البطوله ديت، لان كمان هتبقى ده الطريق ان شاء الله لاولادنا ان هم يخرجوا ويحترفوا بره. ما يجيش عقد، يجي عقد مثلا لمصطفى محمد الزمالك يقول لك لا انا عايز 30 مليون، ولا يجي عقد مثلا لاي لاعب من النادي الاهلي، يخلي الدنيا مفتوحه. وانا في اعتقادي يعني لما كنت انا خرجت من النادي الاهلي بيفتحوا الباب للناس كلها تحترف طالما عقد مناسب للنادي الاهلي واسم النادي الاهلي والمكان اللي هو رايحه. ومش مشكله انك تروح الدوري الاسباني على طول، ولا عايز تطلع الدوري الانجليزي على طول. يا جماعه برضو دي برضو فكره، يعني دي فكره للعيبه انا بنقلها وبقول للعيبه لا انت ممكن تطلع. الناس اللي راحت الدوري الانجليزي ما هو نجحتش يا كابتن. اول خطوه ليها انت لما اخد مثلا رمضان صبحي وانقله من الدار للنار من هنا للدوري الانجليزي كابتن، فرق صعب جدا يعني الثقافه والفكر. انت هنا شوف يعني صراحه ربنا يعني طبعا كتب له التوفيق هو والنني انه راحوا على دوري من الدوريات اللي هي فاترين يتعرض للانديه الكبيره، ده الدوري السويسري خد 6 سنين خد 7 سنين خد دوريات اتعود احتك ولعب في دوري ابطال اوروبا شاف خلاص اتعلم، بدا يبقى عنده ثقافته مختلفه، بقى عنده جود في اللغه، بقى عنده عارف يتكلم، بقى عنده عارف عايش في المجتمع، بقى في تفاعل. فانت هنا لما تيجي تنقله، لما راح صلاح الدوري الانجليزي من تشيلسي من سويسرا لتشيلسي وقعد سنه ما لعبش كان كفيلا ان هي تنهيه كلاعب مشوار وتحطمه، لكن تلقفته ايه عين ايه ايطاليه الناحيه الثانيه فيورنتينا خلاص، فاتاخد فلعب سنه عمل كسر الدنيا، بعد كده روما، بعد كده عمل لقطه ليفربول. يعني عاوز اقول لك ايه، شوف انت الترتيب، لكن انت مش لازم تروح الدوري الاسباني على طول من اول ماتش، مش لازم تروح انجلترا، مش لازم تروح الدوري الالماني، في دوريات بتربيك وتعلمك وتأهلك وتجهزك. ويمكن انت برضو هتعرف، انا مريت بالتجربه دي، انا يعني ما اعرفش ناس تعرف الكلام ده. انا كان اول تجربه يمكن ليا في ترايل كان في ساوثهامبتون، يعني انا ما روحتش من الدوري، يعني ما روحتش من الدوري المصري للسويسري، كان في ساوثهامبتون بعد كاس العالم على طول قالوا لي تعالى اعمل يعني ترايل عندنا لمده 2 اسبوعين، قعدت 2 اسبوعين في ساوثهامبتون
وكانت بصراحه اجواء اكتر من رائعه، والناس يعني كانوا مبسوطين بالاداء. لكن انا شكرت ربنا، كانت هتبقى بالنسبه لي تجربه صعبه جدا ان انا من الدوري المصري هروح على ساوث هامبتون النادي الكبير الانجليزي، الاجواء مختلفه جدا واللغه مختلفه والكوره الريتم نفسه اسرع. فانا شكرت كمان ربنا ان لا انا اروح سويسرا الاول وقعدت فيه 4 سنين، وبعدين رحت الدوري الالماني من اقوى الدوريات في الوقت ده على مستوى العالم. فزي ما حضرتك بتقول مش لازم تبقى القفزه كبيره جدا، لكن لازم تاخد السلم بالتدرج عشان تستحمل كمان. تتعلم في كمان. في تقرير عملته فرانس فوتبول مع كبار المدربين عن رايهم في اللاعب المصري، وده تقرير اتعمل في فتره ما بين بعد تالق المنتخب المصري في 2008 في كاس الامم و2010 واتخذ راي. فهم طبعا قالوا كلام في منتهى الخطوره، كابتن علي تقييمه من اللاعب المصري مش مثقف، ما بيستجبش مع اللغه، اللي مش عارف ايه، الحياه بتاعه مختلفه، اللي مش عارف مين، واتكلموا على تجارب من ميدو لك لاكثر يعني من بغض النظر عن الاسماء، بغض النظر عن هو الأسماء. هو خد ثقافه عامه يعني. خد ثقافه وشوف يعني مثلا مقارنات، واتحطت مش عارفين انه اللاعب المصري عنده امكانيات فنيه كويسه جدا، لكن صحيح. يختلف في انه محتاج انه هو يبقى عنده اصرار، يبقى عنده رغبه، يبقى عنده عزيمه، يبقى يعني عايز بص ايه ثانيا ايه انه ما بيسمعش اللاعب الافريقي، عشان كده لما بيحط في مقارنه مع اللاعب الافريقي بيلتزم لبعض بيبقى فارق. محمد صلاح كسر اللقطه دي، وكان توفيق ربنا حرصه في انه بدا من حيث انت بدات، ولكن شوف اللقطه واصراره وبعد كده يبدا وبعد يعني لازم تبقى حاطط في المحطات مع اصرار الولد. كان بيمشي 6 ساعات ولا 8 ساعات من بلدته عشان يروح يتدرب في المقاولين العرب من الغربيه للقاهره. قصه الكفاح، القصه دي طبعا. قصه الكفاح دي ترجمها في المواقف دي هتيجي ان ربنا كان حاسس انه دعمه، واكيد حاط له ناس كويسه ان هي سندته في اللقطه دي. فانت لما تيجي تبدا، لما يجي لاعب، لما يجي نادي يدور على لاعب عندك وياخده، بص شوف انت الوضع. لما احمد سمير فرج كان باك ليفت في النادي الاهلي وجي خد نادو من فرنسا، خدوا والده واسرته معاه عشان يحافظوا عليه هناك. هو صح ما كملش، ما استحملش، او طبيعه الدنيا ممكن في لعيبه تبقى بادئه مستوى عالي وتروح هناك ما بتقدرش تستحمل الضغوط والحياه المختلفه، بتبقى حاجات ايه، حاجات فيها اصرار وعزيمه ورغبه في النجاح والاستمرار. فاللي انا عايز اقوله انك انت لازم، صلاح رسم صوره مختلفه، غير كثير من الاراء لكثير من اللعيبه، وبات مصدر رمز وطموح لكثير جدا. يعني لو انت عديت من ايام المحترفين كان دايما تقول ما عندناش غير هاني رمزي بس في الدوري الالماني بس. بعد كده بعد هاني رمزي شوف انت، حسام حسن وابراهيم خدوا فتره وبعد كده رجعوا النادي الاهلي، ناس ثانيه راحت تجارب ولم يكتب لها نجاح، في ناس راحت كسرت الدنيا زي عمرو زكي في الدوري الانجليزي، لعب 10 ماتشات وكان جايب 10 اهداف ومع ويجن وعمل كده بس ما كتبلوش النجاح. فانا عاوز اقول لك ايه، بتبقى انت محتاج الحاضنه اللي تعودك وتعلمك، لما بتطلع والغربه بتبقى مشكله لبعض الناس لما بيعيش بعيد عن اسرته، لما بتروح على حاجه على قدك وتبدا تعيش فيها وتتعلمها وتكتسب فيها الخبره السنه 2 3 وتاخد بطوله واثنين، في عين متابعه لما بتاخدك بتنقلك المكان الثاني يا كابتن، بيبقى نتيجتها طيب. طيب اللي عايشه محمد صلاح والنني حاليا صعب. ده هاخده في جزئيتين كمان عشان للاسف وقتنا خلص، لكن هاخدها في جزئيتين مهمين جدا، ان شاء الله فرصه المنتخب الاولمبي في الاولمبياد ان احنا نخرج اللعيبه بشكل كويس لاوروبا، دي ورده وورده جدا. في جزئين، الجزء الاداره وجزء اللعيب نفسه طبعا. يعني لازم رساله للعيبه انك ما تطمعش انك تخرج مثلا وتروح نادي كبير، وارد جدا تكون دي خطوه بدري عليها شويه. الجزء الثاني بالنسبه للمسؤولين، ما تبالغش قوي في الارقام والترانسفير يبقى على اعلى مستوى، في حاجات تانية ممكن تكسب منها على مستوى يعني مستوى. مثلا هتعمل عقد، لكن لو راح من نادي لنادي اتفرج على تجربه نادي المقاولين لغايه دلوقتي بياخد فلوس على انتقال محمد صلاح طبعا، وشوف كميه الفلوس اللي خدها قد ايه. طبعا مكسب مهم جدا. شوق غريب طور كتير في اداء المنتخب في الفتره اللي فاتت، هو نفسه طور نفسه ده يعني في شغل واضح، في شغل معمول، ومعاه وائل رياض ومحمد شوقي ومعتمد جمال صحيح. جهاز يعني عاملين شغل كويس جدا. وانت رايح طوكيو لما يجي ان شاء الله النهائيات، ان شاء الله دوره الالعاب تتعمل ان شاء الله. طموحك ودورك كجهاز فني الدافع النفسي انك انت رايح فين، هدفك عاوز توصل فين. لا احنا اقل من نيجيريا اللي خدت ميداليه، ولا اقل من الكاميرون، ولا اقل من اي منتخب افريقي، وعندنا الاصرار والعزيمه ان احنا نعمل حاجات كتيره، نقول ان احنا موجودين على الساحه وان احنا ابطال اللعبه في افريقيا. ده ما بيبقاش بالكلام، ده بيبقى بالجهد والعرق والالتزام والشغل والتنظيم والاحترام وحاجات كتيره جدا. عايز اقول انه
في تجارب كتير نقف قدامها ونتعلم. فرصه كبيره جدا ان احنا نقدم اكتر من 5-6 لعيبه على اللي يحترفوا بره. ده مش في صالح المنتخب، ده في صالح الانديه، صالح الانديه وصالح الكوره المصريه بشكل كبير. عندك طبعا طبعا كل اتحاد الكوره، حرام عليك انت تقفل علينا برضو، برجع لك تاني اهو تقفل علينا في 5. لا، افتح المساحه. لعيبه الدوريات بره فيها قوائمها 40 و30 و35، مش مشكله تقول لي اصل الانديه بدي. يا سيدي ما الانديه الكبيره حتى لو خدت بتاخد وبتدي للعيبه الانديه الصغيره في ظل الظروف اللي احنا شايفينها. وان شاء الله يعني يكون عندنا ان شاء الله باذن الله تعالى امل كبير ان احنا نقدم حاجه باذن الله تعالى في طوكيو. المنتخب الكبير بقول انه خد خطوه، وبقول لحسام البدري انا على المستوى الشخصي انا عندي ثقه كبيره في حسام البدري كمدرب. حسام البدري عمل تاريخ، قدم مستوى مع النادي الاهلي، عمل بطوله دوري ابطال افريقيا في تونس من اروع مباريات في تاريخ الاهلي على مدار مشواره، الفوز وانتزاع اللقب من الترجي. عاوز اقول للناس يا جماعه، المساله لا بالشكل ولا بالضحكه ولا بالكلام ده، مساله التقييم بتبقى على الاداء الفني على المستوى. لما غير 7 لعيبه في المباراه فيها ظروف وفيها برضو توفيق ربنا كان حاضر، واللعيبه كانت في مستوى كويس جدا برضو، دي من الحاجات برضو ان هو عنده جراءه وتحمل المسؤوليه. اعتقد انه منتخب مصر مش هدفه الوصول للكاميرون بقدر ما هدفه ان يصل الى يعني قمه التاج اللي هو المباراه النهائيه واللقب باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يعني ده. الحمد لله طمنا على منتخبنا الاولمبي، طمنا على منتخبنا الاول ان شاء الله باذن الله. زي ما حضرتك قلت الخريطه على المستوى الدولي على مستوى المنتخبات، تكمله من الكابتن ربيع ياسين منتخب شباب اولمبي اول طبعا. فكل ده ان شاء الله يعم على صالح الكره المصريه بشكل كبير ان شاء الله السنوات اللي جايه. استاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا، وان شاء الله على لقاء قريب باذن الله. دي كانت نهايه فقرتنا الحواريه الاولى مع الاستاذ الكبير محمود صبري. بعد الفاصل واحد من محبي النادي الاهلي جدا جدا جدا، المنسق الاعلامي لفريق سان داونز جنوب افريقيا خالد علي. بنرحب بحضراتكم بعد الفاصل، فقره اكيد مميزه وانا متاكده ان كل الاهلاويه هيستمتعوا بيها. شخصيه اهلاويه معانا النهارده، جماهير الاهلي حبته مع ان ملوش اي ارتباط يمكن رسمي قبل كده مع النادي الاهلي، لكن هو واحد من المنسقين الاعلاميين المشهورين والمشهود ليهم دلوقتي في افريقيا، وايضا هو واحد من كاتمي اسرار بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي حاليا. اكيد عرفتوه طبعا، منورنا النهارده خالد علي المنسق الاعلامي لفريق سان داونز بطل جنوب افريقيا. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن خالد. ازيك؟ الحمد لله كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كل الاهلاويه بيحبوك قبل ما يشوفوك. يعني انت منورنا في البيت الكبير بصراحه. طبعا برنامج اتفرج عليه دايما وانا في جوهانسبرغ، تشرفوا. وطبعا النادي الاهلي مش محتاج حد يتكلم عليه، احنا مولودين بنشجع النادي الاهلي، الاهلي بيجري في دمنا، هيفضل لحد اخر العمر بنورثه. دي رايات بنسلمها زي ما حضراتكم موجودين بتسلموا، احنا كمان بنسلم الرايه للي جاي. طبعا بننتمي وفخور ان انا بننتمي لجمهور من اعظم جمهور كره القدم في العالم، انا واحد منهم. بتشرف ده. دي حقيقه. شرفتنا ونورتنا خالد. اجازتك قصيره جدا اللي انا عرفته منك، يعني انت نزلت يوم السبت اللي فات وسافر بكره ان شاء الله. ان شاء الله. وصلت السبت وماشي بكره ان شاء الله. طب قبل نكمل على الرحله ورايح وجاي، انا حتى قبل ما بخش خالد طبعا من الاسماء الرنانه على 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 المستوى التنسيق الاعلامي، وقعدت كتير جدا في جنوب افريقيا. ايه رحله جنوب افريقيا؟ يعني قول لي بداياتك، بدات ازاي يا خالد لغايه ما وصلت جنوب افريقيا، ودلوقتي يعني مع شخصيه، اعتقد شخصيه هتكلمنا عليها طبعا موسيماني، لكن خلينا نتكلم خالد علي البني ادم المصري اللي طلع وعمل مشوار كبير جدا ووصل جنوب افريقيا. اللقطه دي جت ازاي؟ انا في 2002 يا كابتن هاني سافرت من مصر، 2002 رحت على جوهانسبرغ، كان عندي شغلي الخاص. طبعا 2007 كنت موجود مع اتحاد جنوب افريقيا، قابلت حضرتك هناك طبعا في 2007 مع الفرق المكلف من اتحاد جنوب افريقيا، مع الفرق اللي بتيجي الفرق العربيه موجوده في جنوب افريقيا، منسق معاهم الفرق الموجوده. 2016 موجود مع فريق ماميلودي سان داونز لحد دلوقتي. 2012 علاقتي بكوتش بيتسو،
مباراة شهيرة مع ما كان ماسك منتخب جنوب أفريقيا، ومباراة جنوب أفريقيا فازت بيها على منتخب مصر وخرجتها من التصفيات 2012 1-0. ده كان علاقتي دي كانت أول علاقة بيك أو أول مقابلة بينك وبين موسيماني؟ كان قبل المباراة بأسبوع 2012 قعدنا ندردش ونتكلم في الكورة. الكوتش بيسمع، بيحب يسمع كتير. عارف من حاجاته لو ماشي في الشارع، لو بعربيته بيعبي بنزين، الناس بتتكلم معاه في الكوره اللي هي حتى بتعبي له البنزين بالعربيه، بيسمعهم، بيقعد بيسمع، مش بيزهق اللي هو بيقفل الباب وبيمشي، لا انت النهارده عملت كذا، انت النهارده بيسمع وبيرد وبيمشي. انت من اصدقائه المقربين دلوقتي؟ طبعا انا عارفه ان انت من اصدقائه المقربين جدا. كمان طبعا وعايزك تقرب لنا اكتر من موسيماني، يعني شخصيه موسيماني، فكره، ايه اللي كان بيقوله لما كان في سان داونز، ايه اللي كان بيقوله عن النادي الاهلي؟ في كلام كتير في الموضوع ده. طبعا كوتش بيتسو ماميلودي سان داونز كان دايما 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 لما بيتكلم، كانت حتى بعض الجماهير بتطلع تهاجمني بتقول انكم بتنيمونا وبتتكلموا. لا الكلام، انت شفت دلوقتي الراجل ازاي، حب النادي الاهلي. اي حد في الدنيا الهدف بتاعه الاساسي فريق النادي الاهلي، فريق مش انا اللي هنيجي نتكلم على فرقه النادي الاهلي، النادي الاهلي تاريخ، النادي الاهلي من 1907 موجود، النادي الاهلي ببطولاته بتاريخه، نادي القرن الافريقي، الناس كلها بتتكلم عنه في افريقيا، الناس كلها عارفاه. لما تبقى انت تقعد مع لعيبتك ودايما دايما الهدف انك توصل لعيبتك ازاي تبقوا زي لعيبه النادي الاهلي وتبقوا زي النادي الاهلي، دي في حد ذاتها كبيره جدا. لما يتكلم يقول بص على النجوم اللي على تيشيرت النادي الاهلي، قد ايه النادي ده عريق، قد ايه اللعيبه ده بالجهد وبالعرق، مش بصدفه تاخد بطوله يا كابتن. يعني حضرتك لعبت كوره، مش أكيد بصدفه طبعا، اكيد دي بتيجي من مجلس اداره، بتيجي من تخطيط، بتيجي من لاعبين، حب اللعيبه، ازاي تدي في الملعب، ازاي انكار الذات، ان انا لا انا بنلعب علشان خاطر الشعار. على فكرة انتوا مش بس انتوا وراكوا جماهير عريضة طبعا. انت بتلعب عشان وراك جماهير عريضة مستنياك، عايزة تفرح، فسبب الفرحة بتاعتنا هو النادي الاهلي. هو كان بيضايق بعض الناس الجزئية دي يا خالد، يعني هل كان في ردود افعال سلبية شوية، او الجماهير تقول لا طب انت مزودها شوية لما انا بتكلم على، يعني هو دايما بيتكلم مع لاعبي سان داونز بيديهم مثل بالنادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي وكمية البطولات، كان في بعض ردود الافعال اللي ممكن تكون يعني سلبية في الجزئية دي؟ بنتكلم على هنا من مصر؟ لا هو بيتكلم هناك، انا بتكلم انت موسيماني بس عشان نفهم ان هو كان بيدي مثل للاعيبته يعني هو بيدي المحاضره، شايفين النادي الاهلي ازاي، شايفين فلان ازاي، شايفين فلان ازاي. انا عايز نوصل لده، انا عايز نوصل للبطولات دي، انا عايز نجيب مدرب طموح جدا طبعًا. انا عايز نوصل لده، بيشتغل على نفسه كتير، انا عايز نوصل لده، انا عايز نعمل ده. فطبيعي انت بتخرج طاقه اللعيبه بتاعتك انك لازم تديله دفعه معنويه، تحفزه. طبعا لازم تطلع، ما هو تستثيره يعني. مش كابتن حضرتك مدرب كبير، مش بس فني. طبعا انت شغلك مش بس طبعًا. فني، انت ازاي انت بتكون دكتور نفسي مع اللاعبين، ده حقيقي. انت بتكون بتحفظ لعيبتك في الملعب فني، نفسي بره، انت بتعمل كل ده، انت عليك عاتق كبير جدا لو مش عارف قيمه المكان اللي انت رايحه او المكان اللي انت فيه، سواء اذا كنت انت في ماميلودي سان داونز او النادي الاهلي. على فكره كوتش بيتسو درب 3 فرق، ده حقيقي، يعني 3 فرق، 2 2010 2012 منتخب جنوب افريقيا، قبل كان موجود مع منتخب مساعد بريرا في 2010 كاس العالم، 2010 2012 الهيد كوتش بتاع جنوب افريقيا، وبعدين من 2012 2016 اعتقد قعد 4 سنين مع المنتخب، مع المنتخب، لا سنتين مع المنتخب، ورجع قبل المنتخب كان مع سوبر سبورت، مظبوط، اخذ الدوري مع سوبر سبورت الجنوب افريقي، وبعد كده من 2012 موجود مع ماميلودي سان داونز. سان داونز اكتر فتره قعد فيها يمكن بيتسو موسيماني، كان ايه بقى الصدى رحيله عن النادي ومجيئه هنا للقاهره وقياده النادي، فريق النادي الاهلي؟ اكيد كان في كلام كتير جدا، اكيد كان ترند عندهم في بلده يعني. طبعا. كان ايه الكلام اللي بيدور هناك؟ كانت الصحافه بتتكلم عن ايه؟ الراي العام، السوشيال ميديا؟ لو احنا بنتكلم فير، خطوة ونقلة كبيرة جدا جدا لمدرب جنوب أفريقي إنه يتنقل من أقصى جنوب القارة لشمال القارة، الكورة موجودة فين بحماسها بشغفها،
طبعا نقله كبيره جدا جدا على المستوى الرياضي والمستوى السياسي. حضرتك شفتوا طبعا رئيس الجمهوريه نفسه جنوب افريقيا انه طلع وهنى بيتس موسيماني على النقله النوعيه اللي هو عملها اللي هتفتح ابواب لمدربين جنوب افريقيا. على المستوى الجماهير اكيد بعض من جماهير مامالودي سانداونز كانوا زعلانين ان الكوتش بتاعهم يسيب. بعض الناس العاقله اللي تقول لك لا هي فرصه كبيره ليه ان هو لازم يخرج، لازم فعلا يوري التالنت بتاعنا بره، لان احنا في جاب بيننا كبير جدا بيننا شمال، انا بتكلم على الدول الشمال شمال افريقيا ودول جنوب افريقيا. فلا طبعا عمل صدى كبير ولسه موجود لحد دلوقتي. لحد دلوقتي؟ اه طبعا. ازاي؟ الناس بتتكلم ازاي؟ الناس بتتكلم النادي الاهلي. اه. النادي الاهلي، حتى الناس بتتكلم النادي الاهلي، النادي الجماهيريه الاولى، نادي القرن. مش بسيطه نادي القرن الافريقي على مستوى 100 سنه نادي القرن. تكلمي لما بتبقي في افريقيا نادي القرن. طبعا. الناس بتتكلم مين ده؟ النادي الكبير، حتى انا لما ببقى موجود النادي الاهلي. انت بتتكلم النادي الاهلي، حتى لما بتقعد تهزر وبتتكلم معاهم يا عم انت مين؟ انا احنا شفنا تيشيرتات بتاعت النادي الاهلي انتشرت جدا في جنوب افريقيا و2000 السنه اللي فاتت خبر. طلبت تيشيرتات بالاسم لبعض من الجهاز لا وكمان لو جبنا سيره الجهاز كمان خلي بالك برضو انتقال موسيماني للنادي الاهلي اكيد ادى كمان دوافع للمدربين الشباب اللي طالعين طبعا انه بيفتح زي ما بيقول مثلا محمد صلاح فتح باب للعيبه المحترفه في انجلترا، فاعتقد كمان موسيماني اعتقد كمان فتح الباب او دي كان بالنسبه لهم حاجه كويسه جدا على مستوى التدريب على المستوى الفني ان موسيماني يتواجد في النادي الاهلي، لان دي مع نجاحه ان شاء الله في النادي الاهلي وبوادر النجاح بدات من فتره من ساعه ما جه، ده كمان بيفتح باب للمدربين كمان انك لا ده في فرصه كمان ان احنا نروح انديه على مستوى شمال افريقيا لاعبين ومدربين النقطه اللي في فيرواز لاعبين ومدربين فتحت مجال كتير جدا، يعني مدرب جه من الجنوب، احنا كان دايما حتى اللعيبه اللي بتيجي من جنوب افريقيا لمصر ما بتنجحش، اللعيبه اللي طلعت من مصر راحت جنوب افريقيا ما نجحتش، فده كان دلوقتي اعتقد التلج يدوب دلوقتي انه لا ان كان عنده جرأة انه ياخد الخطوه وانه يشيل على كتفه ده انه يعمله، لا ده مقاتل صحيح مسؤوليه برضه كبيره مقاتل انك تيجي مدرب يجي قبل سيمي فاينل مهم صحيح يعني بين قوسين سيمي فاينل مهم ويقول انا مسؤول، محدش عملها قبل كده اعتقد. لا وتفكير مجلس الاداره ان انت في وقت قصير ما حسستنيش بالجاب لما رحل فايلر عن النادي. كابتن محمود الخطيب ليه دور كبير جدا 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 انه ينهي حاجه زي دي في فتره قصيره محدش كان يعرف بيها. صحيح. انه الفكر ازاي انت تجيب ايه ده هو في ايه؟ يعني انت جايب حد من هنا وحاجه تقيله وانت بتلعب فرقه تقيله، فريق الوداد فرقه تقيله مش هين. لا فريق الوداد مخرجانا 3 سنين ورا بعض صحيح مامالودي سانداونز مخرجانا 3 سنين ورا بعض، انك تجيب حد يبقى عندك الفكر ده هيجي وانا عندي بعد اسبوعين مباراه والحد ده يتحمل المسؤوليه ويكسبني بنتيجه عمرها ما حصلت ان انا نكسب وداد رايح جاي مظبوط مش بس نتيجه احنا هنتكلم على انا مش هتكلم على الجهاز انا هنتكلم على اللي موجود دلوقتي صحيح. ان انا نكسب بنتيجه دي حاجه طبعا ما حصلتش ان احنا نكسب الوداد، احنا كنا خسرانين من الوداد قبل كده، تكسب الوداد في الوداد 2-0 ملعب الرعب انا بسميه ملعب الرعب ما كانش فيه جماهير بس لا فرقه الوداد فرقه تقيله طبعا. لازم يديها حقها فرقه تقيله ملناش دعوه باللي حصل دي فرقه تقيله والنادي الاهلي كان محضر كويس، لعيبه النادي الاهلي كانت فعلا قد المسؤوليه اثبتت ان هي قد المسؤوليه في المباراه دي، طبعا جمهور النادي الاهلي مستني منهم الكتير وان شاء الله يبقوا قد هنتكلم فيها دلوقتي. انا عارفه ان انت بتحمل رساله مهمه جدا للجماهير وللاعيبه وعايزك تبدا بيها مش هخليها للاخر، انت النهارده يعني خلاص بنقول المباراه دي كلنا حفظنا التاريخ والتاريخ مش هيتنسى خلاص لا ينسى، تاريخ يوم 27 نوفمبر ده كلنا حاطين ايدينا مش على قلبنا بس كلنا بنقول يا رب اكيد
كلنا بنقول يا رب. وانا عارفه ان انت عندك رساله مهمه جدا عايز توجهها للجمهور وللعيبه. انا رساله الجمهور النادي الاهلي انا بشوف على الصفحات وعلى السوشيال ميديا جمهور النادي الاهلي بيقول للعيبه العبوا يوم 27 المباراه الحلم. على فكره انا بالنسبه لي مش حلم. امال ايه الحلم ده اللي هو صعب المنال او انت بتتمنى ان هو يتحقق؟ لا، انا عندي هدف، انا عندي هدف، ده مش حلم، ده هدف، ده تارجت. التارجت بتاعي دوري ابطال افريقيا. كل فرقه ليها الحق الشرعي ان هي تكسب، بس انا كمشجع للنادي الاهلي لا، انا عندي التارجت، لازم التارجت يوصل للاعبين، اللاعبين سامعيني، ده تارجت، ده هدف ما ينفعش نتنازل عنه. نلعب الجيم بتاعي، انا داخل مباراه. الناس اللي على السوشيال ميديا نبطل موضوع حلم ده، حلم ده احنا حققنا الهدف 8 مرات قبل كده، حققنا الهدف 8 مرات، دي المره انتوا بتقولوا عليها بعد الثمانيه، اللي بعد الثمانيه. لا انا هنقول، انا هنقول ان هي التاسعه. اه ان شاء الله. الناس بتخاف تقول، انا هنقول ان هي التاسعه ان شاء الله. دي النجمه التاسعه ان شاء الله السنه دي ان شاء الله يا رب، بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، استماع المدير الفني كويس، تحضير الذهن يا كابتن هاني مهم جدا 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 اكيد، احترام المنافس من اول دقيقه لاخر دقيقه، احترام المنافس وتحتيها ثلاث اربع خطوط، الاحترام، جهد، الجديه بتوصلك للي انت عايزه. وده شفناه خالد من خلال بصراحه اول ما جه موسيماني، وهنتكلم على الفتره الاولانيه اللي قضاها اللي انت بتتكلم وانت عارفه على المستوى الشخصي، عمليه التحضير النفسي وقد ايه هو مهتم جدا بالعلاقه ما بينه وما بين اللعيبه في اطار احترام وفي اطار انا شايفه مدرسه يورجن كلوب شويه في العمليه ديت. عايز اخدك بعيد شويه عن الجزء ديت، الناس كمان عايزه تعرف موسيماني على المستوى الشخصي، سيبك بقى من التدريب والفنيات يعني هو كمان ادينا على المستوى الشخصي تعامله ازاي خارج الاطار الفني. هو 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 بيتسو متواضع جدا، هو بيشوفنا بس الاول معلش قبل ما تكمل، بيتفرج دلوقتي هو ولا هو انت قايل له يعني هو بلغته يتفرج ولا لا لا ايه؟ لا لا ما قلتلوش، قول له بكره الاعاده الساعه 2 ان شاء الله. اوكي. هو بينام بدري طبعا، حتى بس عارف انك النهارده في البيت الكبير يعني، وانت لسه جاي من عنده. لا ما قلتلوش، ما قلتلوش ماشي، هنمشيها ما قلتلوش. هو على المستوى الشخصي يا كابتن هاني، حتى مع اللاعبين مع الاجهزه دايما بيستشير، دايما هو مش اكيد هو صاحب يعني القرار، بس مش ديكتاتور. عارف انت البالانس اللي بيعمل بين ده وبين ده، هو الراجل ده يعني الراجل بيسمع الناس كلها. طبعا 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 سميع، حتى من اللاعبين لو في لعيب هو عنده البقاء للمجتهد، المجتهد حتى مع انا بنقول على هيستوري، ما بنتكلمش على جاي. ادينا برضه خبراتك اللي انت عشتها، الحاجات القديمه، شديد واللي هو قوي مع اللاعبين عشان يخرج اللي هو عايزه منهم، في نفس الوقت هو متواضع، هو بيسمع، هو 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 يقدر يغير. اذا بنتكلم فني بيقدر، مش بيتجبس برأي هيضر يعني. على مستوى الجهاز المعاون ليه يعني، ممكن جدا يكون هو ليه رؤيه معينه والجهاز المعاون، لو الجهاز اقنعه يمشي مع الجهاز، يمشي مع الجهاز، ما يقولش لا ده انا المدير الفني هنفذ اللي في دماغي يعني، بيمشي مع الجهاز. ده هايل واكيد ده بان في الفترات اللي فاتت مع كابتن سامي قمصان. ده حقيقي، انا طبعا بنشكره على الهواء كابتن سامي، لان حدثت معايا مكالمه لما علمت ان بيتسو نازل مصر للنادي الاهلي. اكيد طلبت منه انه يقف، يعني يقفوا كلهم جنبه، أكيد. يقفوا جنب اللعيبه، تقف جنبه. الراجل ده جاي علشان يشتغل، الراجل ده جاي علشان بجد 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 عايز يضيف لنفسه. الراجل ده جاي مصر مش عايز يرجع تاني فعلا. طبعا يعني كفايه انا اتكلم في ده، ولا انت اللي بتشعر بده يعني؟ اتكلم معاك بصراحه، في حاجات في حاجات كواليس ما ينفعش تقال، بس انه هو من خلال انا عملت لقاء معاه اول يوم جه في مصر، ومن خلال استشفيت انه هو اكيد هو كان بالنسبه له ده، قاله ان انا من احلامه من 2018 طبعا، كان بيتكلم ان انا طبعًا نفسي طبعًا طموح مدرب عايز يمسك فرقه كبيره، زي ما كنت طموح لعيب عايز يلعب في فرقه كبيره طبعا. من الواضح ان كمان على المستوى
خلينا الاسري، ساعات الاسره بيكون ليها تاثير ما لا كان على المستوى الاسري. بقى الاسره عنده هي اللي عامله له سبورت، ده اللي كنت عايزه معايا اصلا يعني هو ده اللي كنت عايز اوصله. موجوده مع الاسره، عايشه في جنوب افريقيا عشان الولاد وعشان المدارس، بس السبورت بقى الوجود السبورت القوي. بس مراته مش هنا، مراته معانا؟ لا مراته جايه يوم، هتوصل يوم الاحد علشان تحضر النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. والاجازه السنويه احنا عندنا في الكريسماس الاجازه السنويه الولاد المدارس شهر ان شاء الله جايه هي واولاده، هيقعدوا في مصر الشهر ده كامل ان شاء الله. هو بيحب شغله جدا، هو بيحب شغله جدا، مجتهد في شغله كابتن هاني، دايما بيذاكر. على فكره كوتش بيتسو كل سنه اجازته بيطلع اوروبا، كوتش بيتسو ما زال برضه بيتابع ويروح مدارس ويتعلم. طبعا كان في اسبانيا، كل سنه اسبانيا انجلترا. ليه بيتعلم اللغه يعني ولا مش فاهمه؟ لا وسائل التعليم ويخش ويتفرج على تدريب، بيتفرج دايما كل ماتشات. باعتبار ان الكوره بقت علم دلوقتي. طبعا مش كان من المدربين اللي الكاف استضافهم في المغرب في الدوره الاخيره، كان من احد المدربين الموجود موجودين، كان بيطلع مدرب على المستوى الفني. انا شهادتي فيه مجروحه، مدرب على المستوى الفني عالي جدا. ده شفناه ازاي موسيماني وانت بتتكلم عنه كل الكلام ده او كل الصفات الايجابيه دي فيه. بس قبل ما اروح للسؤال دوت، بمناسبه سامي قمصان، سمعت انت الاشاعات اللي كانت دايره الايام اللي فاتت ان علاقته مع سامي قمصان مش حلوه وان في مشاكل وان هو سمعت اكيد الكلام ده؟ احنا دي برضو من ضمن الاشاعات يعني اللي انت بتسمعها في المناسبات المهمه. انا سمعت وشفتها. احنا هنا يا كابتن هاني عندنا مشكله بسيطه جدا. الناس مع احترامي الصحفيين والاعلاميين اللي انتوا ناس افاضل موجودين منهم، في ناس بيبقى ليها اجندات. اوكي، ممكن حد يطلع عشان يهاجم النادي الاهلي او يهاجم حد تاني، فهو بيهاجمك فين؟ بيهاجمك في استقرارك. ده حقيقي. الكلام ده ما حصلش، والكابتن سامي اعتقد طلع ونكر الكلام ده مليون. وانا اصلا كلمت الكوتش، ما فيش الكلام ده خالص. انا متاكد منه، بس اللي هو ايه، معقول؟ لا طبعا. وكلمت الكابتن سامي، لا ما فيش الكلام ده. الجهاز ايد واحده، الجهاز عندهم هدف ان شاء الله يا رب، ان شاء الله مع اللاعبين ومع مجلس الاداره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله البطوله دي تكون موجوده في النادي الاهلي يا رب، ونبقى كلنا ان شاء الله نروح نتفرج على كاس العالم ان شاء الله الانديه ان شاء الله. ومن خلال النقطه اللي انت بتقولها، انا عارف كويس قوي ان موسيماني من المدربين الكبار، من المدربين ودايما في مصر خلي بالك برضه عندنا مشكله خالد، ان في مصر بتتقسم، اصل ده مدرب عام، اصل ده مدرب مساعد، اصل ده. اعتقد على المستوى العالمي في كوتشنج ستاف، ده في مجموعه بتساعد الكوتش، تكنيكال تيم هو من الاي تو زد، تكنيكال مانجر اللي هو المدير الفني. مظبوط. وفي مجموعه والادوار دي بتتوزع، المدير الفني بيوزع ادوار ديت علشان يكون الواحد يكون ليه دور. فالموضوع اللي انت بتتكلم عليه مش منطقي اصلا انه بيحصل، لان احنا عارفين ان موسيماني شخصيه ومدرب اجنبي، مدرب واعي جدا جدا. سوري يا كابتن هاني، ولو هنرجع لده، كوتش بيتسو جا هو عارف لعيبه النادي الاهلي، بس من غير الكابتن سامي قمصان والسبورت اللي ادهوله، وكابتن سيد عبد الحفيظ كمان كده عشان ما ننكرش حقه. لا يعني مدير كره عالمي. مدير كره عالمي يعني. احنا لو هنتكلم على كابتن سيد ده، عايز كتب، عايز مشوار. وبعدين اصلا شهادتي فيه كمان مجروحه. فسيب حبيبك سيد طبعا. كابتن سيد بصراحه ربنا كفاءه للمكان، بيخدم من قلبه الراجل. في السفريات افريقيا دايما انا بنتكلم دايما معاه، لان بحكم ان احنا بنتقابل دايما على يعني بيبقى على الحاجه من اي تو زد لحد ما يخلصها. طبعا كابتن سيد من اهم الناس الموجوده في الجهاز، بس انا بتكلم دلوقتي فني. كابتن سيد انا بتكلم عن كابتن سيد طبعًا اللي هو مدير الكوره. بنتكلم على الفني. لما جاء كابتن كوتش بيتسو، من غير الكابتن سامي قمصان طبعا ما كانش هيعرف تفاصيل الصغيره بتاعه اللاعبين. مهم جدا. انا حتى لو عندي سيفيهات، انا حتى لو متفرج على مباريات الداخليات يا كابتن هاني، اكيد شخصيات كمان، شخصيات اللاعبين، ردود افعالهم بالظبط، اللعيبه بتتعامل معاها نفسيا ازاي. فاكيد الكابتن سامي اداله ده كله، ده ساعده. ده حقيقي. وهو ما نكرش ده، زي ما قلنا هو تكنيكال تيم، احنا عايزين هدف. فكلنا احنا منظومه، او الناس دي منظومه من مجلس اداره لاقل عام في النادي الاهلي، علشان نوصل لبر الامان ان شاء الله، والنهائي الهدف يكون هو هدف النادي الاهلي. طب بمناسبه النهائي وانه ده الهدف مش الحلم على حد وصفك، النهارده موسيماني وضع نادي سان داونز على قمه الانديه الافريقيه.
النهارده في المباريات المهمه زي الاهلي والزمالك المرتقبه دي بيقعد يقول ايه؟ ما هيقعد يقول ايه للعيبه؟ ايه اهم التوجيهات النصايح اللي ممكن يوجهها للعيبه في المباريات دي والتعامل النفسي؟ انت قلت انه بيعرف يتعامل نفسيا كويس جدا مع اللعيبه. خلينا نتفق مباراه النهائيات بيبقى 80% مباراه لاعبين. اوكي؟ كوتش بيتسو هو بيعمل البالانس، او اي كوتش في الدنيا بيعمل البالانس بين النفسي وبين الفني، ده اللي يقدر بيشتغل عليه. طبعا في حاجات اكيد ما ينفعش تقال على الهوا، حاجات العامه اللي هو بيتكلم فيها ازاي يدي ثقه للاعيبته، ده كل مدير فني لازم يعمل كده. انا ندي ثقه للاعيبتي ان المباراه دي بتاعتي، وفي نفس الوقت ما نفرضش في الثقه، هي بالانس اللي انا نقدر، ما انت ممكن نزود لعيبتي هتيجي تبقى في غرور نايمه نايمه مش هتلعب بالزبط. وممكن هنقلل من عزيمتهم، فهو بالانس، هو الحته دي بتاعته جدا حريف فيها. فلا ان شاء الله جزء كمان اللعيبه كمان جزء التحفيز، احنا بنتكلم كمان على جزء طبعًا. التحفيز في يعني في حد صغير قوي ما بين التحفيز والاوفر، انت عارف الاوفر موتيفيشن طبعا اوفر موتيفيشن بيقلب بالعكس، يعني بيوتر اللعيبه بيقلب بالعكس، وعدم يعني وعدم التحفيز برضو بيدي نوع من انواع الخمول بالظبط. فانت بتتكلم على البالانس اللي هو موتيفيشن عالي جدا، لكن في نفس الوقت مش يوصلك لدرجه التوتر اللي احنا بنشوفه او التوتر انك تنزل تبدا تبقى خايف غرور او توتر بالظبط. انت عايز تعمل المعادله الصعبه دي بين اللاعبين، المفروض اللعيبه بقى هي بتدي له ده صح مظبوط. انت مدى تلقي اللعيب لفكر المدرب، الفكر الفني اعتقد ان هم تلقوه، فاضل الجزء النفسي. الجزء النفسي بقى مترتب على الكابتن سيد، مترتب على الكابتن سامي، مترتب على الناس اللي بتتكلم عربي في الفرقه، مهم قوي كباتن الفرقه نفسهم، الناس دي عليها دور كبير جدا 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 في المباراه النهائيه. هو هيوصل، وصلوه يعني اللي يقولوا وصلوه حرفيا للعيبه، وصلوه زي ما بيقولوا، وصلوه زي ما دي نقطه مهمه. لان ساعات يا خالد برضو يعني انا اشتغلت مع مدربين اجانب، الترجمه نفسها ما بتبقاش على ما بتديش نفس الاحساس. يعني ممكن مستر موسيماني بيقول جمله، الطبيعي اللي يقول الجمله ديت لازم حد يكون فاهم كوره، فاهم كوره الله ينور عليك، ويعرف يترجم الكلمه بالظبط، يعني ترجمها لكوره. وعمرو محب عنده دوت وعنده خبره في الجزئيه دي، لانه عاش مع فترات كتيره جدا مع مدربين اجانب، وعنده المفردات ديت زي ما بنقول مفردات، المفردات اللي لما بتتقال بتوصل للعيبه بسرعه. ده بجانب طبعا اكيد شغل الكابتن سيد والناس القديمه في الفرقه، ده اللي احنا بنتكلم فيها يا كابتن هاني. احنا نوصل في مش لوغاريتمات، في تعابير كرويه، هو ده انا نوصلها للعيب. لعيبه الكوره، الكوره لغه واحده في العالم، لو بتتكلم هندي هي الكوره لغه واحده معروفه لغه الكوره ايه، احنا نتكلم بلغه الكوره. الراجل ده كروي، الراجل ده بتاع كوره، نوصل وجهه نظره للاعبين، اللعيبه تستوعب اللي هو بيقوله، اللعيبه تستوعب اللي هو بيقوله. اعتقد ده واصل 100% من اللي احنا شفناه الفترات في اللي فاتت. قصير. ايوه وقت قصير واصل كمان. ايوه بس يا استاذه دلوقتي احنا عندنا فاينل ان شاء الله طبعا. اللي احنا عملناه كله كوم، والفاينل ده جهد، ده جهد عام طبعا. اوكي انتوا مش بتحملوا مباراه ليكوا انتوا بس، انتوا بتحملوا مباراه للجمهور، للتاريخ وللتاريخ للجمهور، تاريخ النادي الاهلي. غايبه بطوله عننا بقى لها فتره، ان شاء الله السنه دي، ان شاء الله السنه دي المنافس قوي اكيد، احنا كمان فرقه تقيله، احنا كمان فرقه قويه اكيد. اوكي لازم تبقى انت عارف انت نازل عايز ايه، عارف انت عايز تعمل ايه، انت فرقتك احنا عندنا ثقه فيكم. انا هم اكيد أنا عندهم الاحساس بالمسؤوليه دي، عندنا ثقه فيكم. ما احنا ده اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم بقى في البالانس، احنا هنتكلم ازاي البالانس اللي هو مش غرور ومش خوف. يا كابتن خالد احنا عندنا كده بالبلد، ده اللي احنا بنتكلم فيها الفنيه، هو ده اللي احنا بنتكلم فيها الفنيه. احنا عندنا ثقه فيكم، خلوكم انتوا بقى اهل الثقه، احنا هنلعب هنلتزم تعليمات مدير فني، ما حد احنا ما بنتكلمش فني، تعليمات مدير فني مع كل المنظومه ان شاء الله. ان شاء الله كللوا جهد الناس اللي تعبت علشانكم، كللوا جهد الرساله دي للاعبين، كللوا جهد الجمهور اللي في ظهركم على الحلوه والمره معاكم يا رب ان شاء الله، كللوا جهدهم
ما تبخلش، النتيجه بتاعت ربنا. دي كنت لسه هقف عندها خالد، النتيجه بتاعت ربنا دي وانا اصلا كنت لعيب، يعني انا عارف كنت لعيب ولعيب عالمي ربنا مش لعيب بس. لا انا بتكلم على المواقف الصعبه اللي مريت بيها في حياتي، البطولات الكبيره بفتكر، وكان يمكن امبارح كان ذكرى المباراه اللي وصلتنا كاس العالم، مباراه الجزائر، ومباراه كانت صعبه وانا كنت لسه صغير، كان عندي 20 سنه. كميه اللي خلانا فعلا واقفين على رجلينا ثقه الجماهير فينا، وعلى قد ما كانوا عندهم ثقة على قد ما وصلوش الثقة ديت ان احنا نزلنا خايفين، رغم ان فريق الجزائر كان عالمي لكن وجود الجماهير طبعا حوالينا، الثقة اللي قبل الاسبوع اللي قبل المباراة، الثقة اللي انت بتتكلم عليها ديت، مع كمان رسالة لبعض الجماهير انك ما تضغطش كمان على اللعيبة، وزي ما انت قلت الجملة اعمل اللي عليك، هتموت نفسك في الملعب، لا قدر الله لو حصل حاجة الناس هتشيلك على دماغهم. انت يعني هي دي الجزئيه، ما تبخلش من اول دقيقه لاخر دقيقه، انت ما تبخلش على فرقتك بنقطه عرق. ده حقيقي صح. انت جهد سيزون كامل، جهد سيزون كامل، جماهيرك، مجلس ادارتك واقفه في ظهرك، دي اقل حاجه انت تقدمها للناس، لينا انا واحد من الناس طبعا، دي اقل حاجه انت تقدمها صحيح. ما تبخلش بنقطه عرق، المباراه 90 دقيقه صح، ابذل كل جهدك، النتيجه بتاعت ربنا، لو لا قدر الله حصل حاجه تانية احنا عارفين هنسقف لك ان شاء الله، ان شاء الله. بس احنا بنتكلم كوره، الكوره مكسب وخساره صحيح، الكوره موجوده، دي كوره يا كابتن طبعاً، اكيد حضرتك عارف اكيد الطموح موجود الفريقين، بس انا لما نكون نازل عندي طموح اعلى انا عايز ناخد البطوله، الكوره بتدي للي بيديها صحيح، هتبخل على نفسك وتحضيرك يا خالد طبعا، تحضير ذهني اللي احنا بنتكلم فيه طبعا. كابتن خالد موسيماني نجح أو عرف إنه هو يكسب البطولة الأفريقية على حساب نادي الزمالك قبل كده، طبعا سان داونز على حساب الزمالك. النهاردة بقى المباراة المرتقبة ديت فيها وجه اختلاف، يعني بتشوفها مختلفة ولا مشابهة؟ إيه أوجه الاختلاف لو كان فيها اختلافات؟ هنا في فرق كبير جدا بين مباراة 2016 ومباراة 2020. خلينا ندي نادي الزمالك حقه، 2016 كانوا داخلين بقايمة قليلة جدا جدا، كان عندهم مشاكل اللعيبة، كانت لعيبة مصابين، كان عندهم القايمة قليلة جدا. وسان داونز كانت فرقة كان فيها نجوم، كيجن دولي، بيسيتا، كامابيليات، الظروف ما ساعدتش نادي الزمالك في المباراة النهائية السنة اللي فاتت. ما ينفعش تقارن السنة 2016 ب 2020. تيم نادي الزمالك تيم قوي، عنده لعيبة، عنده الحلول الفردية موجودة، فرقة كبيرة، فرقة عالية، في نفس الكفتين متوازنين زي ما قلتلك، الشغل ده شغل لاعبين، الفرقة هنا والفرقة هنا شغل لاعبين، مع التاتش بتاع المدرب. أنا قلت لحضرتك كابتن هاني 20% مدرب 80% لاعبين، اللي هيجتهد ويبقى موجود. هو في فرق بين 2016 وفي فرق هنا طبعا. 2016 زي ما قلنا هم قايمتهم، قايمة نادي الزمالك كانت قليلة، اللعيبه كان عندهم تقريبا 14 لعيب بالظبط. احنا كنا عاليين، سان داونز احنا كنا عاليين جدا، والنتيجه خلصت في جوهانسبرج قبل ما تخلص هنا على ارضه، على ارض نادي الزمالك في مباراه العوده. نادي الزمالك من 2016 برضو من فاينل، ودلوقتي 2020 عنده طموح، وعنده طموح كبير ان هو ياخد البطوله اكيد، حقه مشروع طب. عنده طموح، احنا عندنا هدف، احنا عندنا هدف زي ما قلت انا في البدايه، كأنا واحد من جماهير النادي الاهلي عندنا هدف، وزي ما قلنا التحضير الذهني، التحضير والنفسي. الذهني والبدني والنفسي العالي جدا جدا، جماهيرنا اقفوا ورا لاعبكم، ما تحطوش لود عليهم، الصحفيين الاهلاويه، الميديا الاهلاويه، يعني خفوا ايدكم شويه على الناس دي، الناس دي بتقرا وبتشوف كل حاجه، الناس دي بتقرا وبتشوف كل حاجه، خليك ايجابي، خلي الحاجه الايجابيه بس اللي توصل لعيبك، خلي الحاجه الايجابيه، خليك برضو انت كمان عاصت موسى للعيبه، لان اللعيبه بتقرا، اللعيبه اللي يقول لك انا ما بنقراش وما من اللعيبه بتقرا وبتشوف كل حاجة يعني كل حاجه، بس هي بكلم اللي هو ما يندمجش ويدخل نفسه في جزئيه، هو بيعرفه، لكن انت شوف، خد الايجابي بس، خد الايجابي، انت بص شوف، اكيد جمهور النادي الاهلي جمهور واعي، اكيد جمهور الاهلي هيقف ورا فرقته، اكيد جمهور النادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه، بالذات انت بتشوف جمهور النادي الاهلي ورا فرقته في المباريات المهمه والهامه اكيد اوكي. هديه
الجمهور ان اللعيبه تديله في الملعب، وهديه اللاعبين الجمهور واقف في ظهره. مظبوط، ده حقيقي، هو ده اللي انا نقدر نقوله. ايه اللي موسيماني هيلاقيه في النادي الاهلي وما كانش موجود في سان داونز؟ اللعيبه الاجريسيف، اللعيبه الرخمه، اللي عارف انت اللعيب العربي عارف الرخم ده اللي احنا اللي ناقصنا، مش موجود في سان داونز لعيبه رخمه كله انا احنا عارف. كنا دلوقتي احنا كنا هنغير ونجيب اللعيبه الرخمه بس بالزبط. هو مشي بقى خلاص بالظبط، ان احنا ده اللي ناقص. انت عندك اللعيب التقيل، اللعيب العربي اللي هو بيلعب تحت اجواء تحت ضغط، اللعيب اللعيب الجنوب افريقي مهاري بس بنقول انا بنلعب كسبت خسرت باباي، انما اللعيب العربي لا، اللعيب العربي بيقعد يفكر انا عايز، انا عندي طموح، انا عايز دايما نوصل. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اللي كانت حاجات اللي هتعمل في سان داونز. بس يلا بقى، طيب ماشي مفيش مصيبة. اكلمك طالما دخلنا في سان داونز والكواليس، عايز اعرف اكيد ليك مواقف وكواليس معينه مع موسيماني اكيد كتير، يعني اتكلمنا على بعض المواقف اللي انت تفتكرها يعني كان ليك مع موسيماني من خلال لقاء، من خلال بطولة، من خلال تحضير لمباراة. تحضيرات مباراة، خلينا في المباراة الأخيرة سبب الضحكة. فطبعا قول لي يا غالي، لا بعد مباراة السنة اللي فاتت كنا راجعين كنا بنلعب الوداد وراجعين في الباص من كازابلانكا. فقاعد انا وهو ومدرب حراس المرمى، فقال لي على قبل القرعه، قال لي على فكره احنا هنقابل النادي الاهلي. قلت له اوكي ماشي، هتقابل النادي الاهلي، انت عارف انت هتلاعب مين يعني؟ قال لي انا عارف، انا هخليك تعيط بعد المباراه بتاعت السنه اللي فاتت. قلت له ما حد، ما تخلقش لسه، لا خليني اعيط. ده تحدي، ده تحدي بقى. انا بقى قاعد في الباص يعني مش هتروح، لسه القرعه ما جاتش، ما انا خلاص. هو توقع ان هيلاعب الاهلي، هنلاعب الاهلي. فجت القرعه، لعبنا النادي الاهلي وخرجنا النادي الاهلي السنه اللي فاتت. لما جت القرعه السنه دي، قبل القرعه برضه كنا في الوداد تاني. هو الوداد عندنا احنا كل سنه الوداد بالظبط. قال لي على فكره هنقعد مع الاهلي تاني وهنكسب النادي الاهلي. قلت له لا، قبل القرعه. قلت له مش هتكسب النادي الاهلي. قال لي ليه مش هنكسب النادي الاهلي؟ قلت له النادي الاهلي ما بيخسرش مرتين. ايوه، مش هيخرج مرتين، يا رب من قبل النادي الاهلي. احنا عندنا الرجاء وعندنا الزمالك وعندنا النادي الاهلي، يا رب من قبل النادي الاهلي. قال لي لا، احنا عايزين النادي الاهلي. لما جت قلت له ما بلاش الاهلي ما بيخسرش مرتين. انا قلت له مره بقى، انا مش هنقول له تاني. انا قلت له مره ومش هنقول له تاني، سبته بقى ماشي. بس انا جوايا مليون في الميه احنا خارجين. انت عارف انت عارف انا الوحيد انا حاسس انت حاسس ما ينفعش مرتين ورا بعض يعني. السنه اللي فاتت والسنه دي، انت خد مني سنه. السنة وخاصة التانية. كانت الهزيمة تقيلة كمان. انت كانت تقيلة جدا. وجعتنا بمعنى اصح، يعني وجعت جماهير النادي الاهلي ووجعت اللعيبة. وجعتني شوية وفرحتني شوية برضه. يعني بقول وجعتني انا ماليش دعوة بيك. وفرحتني شوية. فرحتك ليه؟ لان انا في سان داونز. انا في سان داونز. برضه بيشتغل في سان داونز. هو موضوع سان داونز ده ازاي ان انت تكون بقى منسق عام؟ ما بتحصلش كتير ان يكون مصري. على فكرة انا رحت سان داونز. منسق عام لنادي بره مصر، دي غريبة شوية. هو اللي خدني سان داونز. هو يعني في 2016 كنت موجود معاهم، وكان كوتش بيتسو بيحرص ان انا نبقى موجود معاهم في المباريات شمال افريقيا لا دايما انه كان بيصمم لا خارج لحد ما بقيت في النادي. فطبعا الجميله كبيره عندي. هو اصلا الموضوع بتاع جوهانسبرج او جنوب افريقيا بدا ان انت كان عندك عملك الخاص هناك. فجي بقى ازاي موضوع ان انت تشتغل في الرياضه، ولا عملك الخاص ده كمان كان مرتبط بالكوره؟ كان في، انا كان عندي شركه رياضيه بس هناك؟ بعدين في جنوب افريقيا لسه موجوده عندي يعني. تمام. بس دلوقتي بقى عشان ما ينفعش نبقى انا عندي شركه وشغال في نادي. فمن 2007 زي ما قلت تقريبا كنت موجود مع اتحاد جنوب افريقيا، وبعدين 2016 مع ماميلودي سان داونز. الناس بتعاملني واحد من أبناء، انا معايا جنسيه، انا معايا جنسيه ساوث افريكا، وطبعا بيبقى شرف ليا اول ما يقولوا المصري تعالى، ودلوقتي بقى يقولوها لي الاهلاوي. دلوقتي المصري الاهلاوي تعالى انت الاهلاوي. طبعا انا اهلاوي من السنه اللي فاتت وقبليها. احنا دايما على طول المناقشات حتى مع العيبه اوكي، نقعد نتكلم انتوا عملتوا ايه اصلا، ده انتوا شوفوا مش انا كمان حتى. فالكوتش
فواخد ده اللي هو يجوا بقى يشتكوا له مثلا ده خالد، نقول لهم لا لا ما تقوليش خالد انا الاسطوره، انا انتوا مين انا ان هو انا جاي كده انا بطل القرن، انا نادي القرن، وانا يا ابني انت معانا ماشي انا معاكم، بس انا ما بنتكلم في الجزئيه دي، لا انا بطل القرن. فالناس بتاخدها بدعابه. طب الحكايه دي بدات ازاي بقى؟ موضوع حبك للاهلي ده او عشقك للكيان بدا ازاي برضو؟ من امتى بدا؟ لا احنا الانسان مننا بيتولد اهلاوي. طبعا مع مرور بقى الزمن بيتغير بقى اللي هو لو بس حد انت انا يعني انا عندي على فكره عشان بس الناس ما تسقش الفهم، انا عندي اخويا الكبير والصغير الاثنين زملكاويه. انا طب لازم كده اسالك جت بقى منين يعني؟ اشمعنى اخوك الكبير ده المفروض كبير يعني خالص. طيب أهلاوي. الكبير خالص ده المفروض بيتقلد سوري يعني زملكاوي الكبير خالص زملكاوي لا لازم اسالك القصه جت ازاي؟ يمكن بيسمعني، يمكن اخويا الكبير عشان انا بنكرهه فمشيت. لا انا النادي الاهلي طبعا من ساعه ما وعيت وكوره انا النادي الاهلي. النادي الاهلي مشجعين الاسطوره اللي جنبك حبيبي ربنا يخليك يا خالد، احسن ليبرو جه في تاريخ مصر من وجهه نظري. انا اتفرجت على كاس عالم 90. لا النادي الاهلي في الدم، ده حقيقي النادي الاهلي في الدم. الكوره بالذات انا الموضوع مختلف بالنسبه لي. انا بره فتحس اكتر بقى. لا طبعا طبعا لما تبقى انت بره قاعد بره في دوله تانية ولما اتكلم عن النادي او بالذات في مجال الرياضه لما اي فرقه تيجي تتكلم. انا قبل على فكره انا كنت متحلل في سوبر سبورت 2013 ماتش بتاع 1-1 اوكي البطوله انا على الهوا النادي الاهلي واخد البطوله على قبل 1-1 النتيجه. قلت لهم 1-1 في كنت قبل موقع جوهانسبرج وكنت في استوديو التحليلي بتاع 2-0 النتيجه. قلت لهم النادي الاهلي في النهايات ما بيخسرش ان شاء الله. النادي الاهلي في النهايات ما بيخسرش ان شاء الله. اللي حصل قبل كده كانت كبوه. ان شاء الله الجيل الحالي قادر ان هو يحقق البطوله زي ما قلنا، دي بطوله هدف. ومش بس كده، احنا مستنيينكم علشان ناخد اجازه ونجي لكم كاس العالم ان شاء الله للانديه في فبراير ان شاء الله. في جماهير مصريه في جنوب افريقيا ولا لا؟ كتير جدا يا راجل، كتير جدا. احنا الجاليه هناك تكلف 15,000. احنا كنا بنروح مع المنتخب كان فيه كتير طبعًا. جدا شغل يعني النادي الاهلي يوصل او نادي الزمالك الجماهير دايما بتبقى موجوده وبتعمل سبورت كبير جدا للانديه المصريه لما تكون هناك، وخاصه المنتخب كاس العالم للقارات. طب علاقتك ايه برئيس النادي؟ رئيس هو الرئيس وانا طيب. لا وانا موظف عندي. لا طبعا انت عارف طبعا انتخابات الكاف على الابواب وترشيح طبعا موتسيبي للترشح على رئاسه الكاف. انت شفتها ازاي؟ وكمان النادي شافها ازاي وجماهيره؟ انا اتفاجئت بيها. اتفاجئت بيها انه اعلنوا كان تاني يوم انه دكتور باتريس موتسيبي انه هيكون مترشح. اعتقد هيغير خريطه الكوره في افريقيا. انت سبورت وشايف انه قادر على تغيير الخريطه بشكل كبير جدا جدا من خلال شغله مع سان داونز، من خلال شخصيته، من خلال الشخصيه بتاعته، من خلال لا 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 عالمي بجد بجد بجد. السبورت اللي جاي له من الدول الافريقيه، قد ايه احنا بندعمك، قد ايه احنا بنديك سبورت. بصراحه الراجل الصح في المكان المناسب اللي هيكون في المكان بتاعه. حرب شرسه يا خالد بالنسبه لنا على مستوى الرئاسه في الاتحاد الافريقي. لا في هو طبعا من الاسماء المرشحه، وانت زي ما قلت في فرق افريقيه او دول افريقيه كتيره جدا جدا سبورت ليه، لكن هي في النهايه لعبه انتخابات كبيره، وانت عارف موضوع الانتخابات بيبقى ليها حسابات وحسابات كتيره قوي. انا عندي ثقه مش زي ثقه الفاينل. لا باتريس موتسيبي، دكتور باتريس موتسيبي هو لو هو ما غيرش يعني، لو هو ما جاش بعد كده هو لحد دلوقتي جاي. هو مترشح طبعا، هو مرشح ومستمر. هو الرئيس القادم. الرئيس القادم للكاف. مين يتولى بقى الرئاسه بالنسبه لسان داونز؟ مين ممكن يكون خليفته؟ اعتقد هيكون ابنه. وابنه ده متواجد دلوقتي في النادي ولا يعني هو تلوباني متواجد دلوقتي، هو بيدرس في امريكا. هو المفروض هيرجع، هو ماسك الماركتينج اوكي في النادي.
هو اعتقد هيرجع، هو بيدرس في امريكا هيرجع، ولسه الرؤيه مش باينه، ففي حاجات ما ينفعش اتكلم فيها. اكيد اكيد اكيد. بس لو كده هو الانتخابات في شهر 3 في المغرب. بالظبط. السنه الجايه في شهر 3. وانتوا الدوري خلاص بدا يعني الدوري احنا في احنا لعبنا 3 مباريات، لعبنا كايزر تشيفز المباراه الاولى في الدوري كسبنا 3-0، تعادلنا المباراه الثانيه والمباراه الثالثه 2-0 مع كيب تاون، كيب تاون سيتي. احنا الاول في الدوري، عندنا مباراه يوم 22. مين بيتولى المسؤوليه بعد موسمين؟ عندنا الكوتش، كوتش مانجوبا ده كان المساعد بتاعه. اوكي. كوتش رولاني وكوتش ستيف ده كانوا موجودين في الجهاز اصلا مع موسيماني. كوتش ستيف جاء على الجهاز، كان مدير فني لكايزر تشيفز. اوكي. وكان مدير فني لامازولو. فعندنا ده من الجهاز الفني اللي موجود دلوقتي، جهاز على اعلى مستوى برضو. ان شاء الله دعواتكم نكون متواجدين ان شاء الله. ان شاء الله نقابل البطل السنه الجايه ونخرجكم بقى احنا، او نلعب في دوري المجموعات. اوعى لا الفرق المصريه بس. ان شاء الله. اجازتك قصيره جدا من السبت لحد بكره، ينفع نسالك دي زياره خاصه بالشغل ولا زياره عائليه ولا ايه؟ انا عندي بيتي وعند اهلي. هنا. ولازم معلش بقى انا لازم نبقى متواجد عند البرنس، لازم نيجي ناكل عنده ونمشي يعني. ناصر ده عالمي. سلم لي على ناصر حبيبي، لسه مكلمني اول امبارح. طب سلم لي عليه وقول له كابتن هاني بيسلم عليك. بصي عليا بقى. لا هو انا لازم هو مش محتاج توصيه. لا ربنا التكوز بتاعك. شرفتنا يا كابتن خالد. ربنا يخليك يا رب. نورتنا. ربنا يخليك. نورتنا يا خالد جدا، سعيد ان انا شفتك، وان شاء الله رحله سعيده بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بعد الفاصل. طبعا لا كابتن ياسر رضوان ان شاء الله معانا بعد الفصل. رجعنا مع حضراتكم تاني، ومعانا في الفقره الاخيره نجم من نجوم النادي الاهلي، نجم زي ما قلت لكم في الانترو عليه ان شاء الله تكوين مستقبل جديد للاعيب النادي الاهلي. هو على المستوى الفني كان لعيب رائع، ليه تجربه مثاليه في البوندسليغا في الدوري الالماني، ورجوعه للنادي الاهلي مع تحقيق بطولات. النهارده مشوار جديد للكابتن ياسر رضوان في بناء مشروع جديد للنادي الاهلي، ان شاء الله نشوف ولاد على مستوى عالي جدا جدا بيحققوا انجازات على مستوى الفريق الاول. بنرحب بحضراتكم وبنرحب بالكابتن الكبير ياسر رضوان في جيتسيا. جود انديه. اسكلا؟ يا. شلون نكس جزين؟ يا مش هبقى فيل اربايتن. فيل اربايتن اهلش؟ يا. اوكي. انزل بالترجمه. انزل بالترجمه. طبعا بقول له الكابتن بنرحب بيه، ازيك؟ طبعا بقى لي فتره ما شفتكش وبتعمل ايه؟ قال لي عندي شغل كتير. عنده شغل كتير طبعا على مستوى قطاع الناشئين، هنعرفه طبعا من خلال حوارنا مع الكابتن ياسر رضا. بنرحب بيك يا كابتن ياسر، منور بيتك، وعندنا ملفات مهمه اكيد يعني هناخد من وقت حضرتك علشان نتكلم فيها. نبدا مع المنتخب الوطني، يمكن كل الناس من امبارح مركزه جدا مع المنتخب الوطني ومع المنتخب الاولمبي، وازاي النتيجه التاريخيه اللي حققها على منتخب البرازيل في ماتش ودي، لكن عايز ابدا بالمنتخب الوطني. شفت ازاي تحقيق ثلاثيه على توجو امبارح، والكلام الكتير اللي دار حوالين المدير الفني للمنتخب كابتن حسام البدري؟ طبعا ما فيش شك، المنتخب ظهر بمستوى رائع في مباراه امبارح. كان في ضغوط كبيره جدا على كابتن حسام، خاصه بعد المباراه الاولى. ضغوط في محلها ولا مش في محلها؟ لا انا شايف ان هي مش في محلها. في نقد، في عيوب وفي مشاكل في اللعب، لكن كله ممكن يتصلح، وده اللي حصل الفتره الماتش الثاني. وكان الفرق 3 ايام بس ما بين الماتش الاولاني والماتش الثاني. كابتن حسام البدري تحدى كل جمهور الكوره تقريبا، ما فيش حد ما كانش بيهاجمه الفتره اللي فاتت بعد الماتش الاولاني. بس ياسر كان في نقد بناء، وانت عارف انت لعيب كوره ومدرب، طبعاً يعني طبعاً. مش كل الناس مش يعني كل الناس بتبقى هدامه يعني. صح يعني، بس بننتقد الحاجات السلبيه وبنشوفه كنا سبورت ليه، لكن في بعض الناس كانت يعني انا معاك ان كان الموضوع كان اوفر شويه، والانتقاد كان لازع بشكل كبير جدا، بس برضه في الاخر دي ضريبه انك بتشتغل. اكيد اكيد. وهو بالكاد يمكن هو عمل حاجه غير الطبيعي خالص في الكوره، ان هو اشرك 7 لاعيبه مره واحده في 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 خلال ماتشين ما حصلتش قبل كده، وتبقى صعبه جدا على اي تيم
لو قلنا حته الانسجام زي ما كانوا بقى بيقولوا في الماتش الاولاني حته الانسجام، ما فيش حاجه اسمها انسجام. انسجام ده لما يكون في خطه لعب وشكل وتنظيم داخل الملعب وتكتيك معين المدرب بيشرحه وبيوصله بيمرن عليه واللعيبه بتنزل تطبقه، محتاج وقت كبير يعني. محتاج وقت كبير بالظبط كده يا كابتن، وده ما كانش موجود مع الكابتن حسام، لكن هو تحدى نفسه وتحدى كل الناس واشرك سبع لعيبه، ودي كانت حاجه انا شايف من وجهه نظري يعني مجازفه كبيره جدا. لكن ياسر قبل، لكن النهارده في بعض التغييرات، يمكن كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح، ان في بعض التغييرات كانت خارجه عن ارادته، اجبر عليها لما اتصاب النني. ثلاث لعيبه يعني، بص هنتكلم على الملف ده بالذات، لكن لان كان في رؤيه فنيه واضحه للكابتن حسام في الجزئيه دي. بس خلينا معانا تقرير، التقرير ده كمان بيقول ان توجو بتمنح، اكيد تمنح الاطمئنان للكابتن حسام البدري، وان شاء الله بمباراه امبارح ان شاء الله احنا متواجدين ان شاء الله في الكاميرون السنة اللي جاية بإذن الله في البطولة الأفريقية. منحت توجو وثيقة الاطمئنان لحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد الفوز الكبير الذي حققه الفراعنة في العاصمة التوغولية لومي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، تصدر بها قمة المجموعة ليعود الفريق من توجو بحزمة مكاسب بعد أن توجه إليها بحزمة من الأزمات التي ضربت معسكر المنتخب الوطني وأهمها الكورونا والتمرد الذي كان سيهدد استقرار الفريق في المرحلة المقبلة لولا المكسب الكبير الذي تحقق في توجو. سافر المنتخب الوطني لتوجو في ظل حالة من القلق والخوف، لأن أي نتيجة غير الفوز كانت ستضعه في موقف صعب وقد تطيح بآماله في الوصول للنهائيات وتطيح بالبدري وجهازه وتدخل الكرة المصرية في بحر من الأزمات. ولكن جاءت الرياح هذه المرة بما تشتهي سفينة الكرة المصرية، وعاد المنتخب بثلاث نقاط ثمينة تصدر بها مجموعته وأصبح على بعد نقطة واحدة من التأهل يحصل عليها من المبارتين الباقيتين أمام كل من منتخب كينيا بنيروبي ومنتخب جزر القمر بالقاهرة. والتقط البدري أنفاسه وعاد بثقة كبيرة في مواجهة الأزمات، خاصة من جانب معارضيه الذين كانوا ينتظرون سقوطه. قدم الفراعنة في العاصمة لومي عرضاً أفضل بكثير من لقاء الذهاب بالقاهرة، خاصة في الإيجابية على المرمى، ولعب الفريق واحدة من أفضل مبارياته الخارجية خلال السنوات القليلة الماضية، وأعاد الأمل من جديد في بناء منتخب وطني قوي قادر على المنافسة على الكأس الإفريقية بالكاميرون وسط كوكبة من المنتخبات الإفريقية رغم غياب نجميه الكبيرين محمد صلاح ومحمد النني. لعبت الظروف المعاكسة التي واجهها الفراعنة لمصلحة الجهاز الفني الذي اضطر للدفع بمجموعة من الوجوه الجديدة كانت وراء الفوز الكبير، وأثبتت كفاءتها خاصة محمد شريف العائدة إلى صفوف النادي الأهلي مؤخرا بعد فترة إعارة قضاها مع نادي إمبي، وأحمد توفيق إلى جانب نجاح طارق حامد ومعه حمدي فتحي نجم الأهلي في تشكيل ثنائي تصدى ببراعة لكل هجمات المنتخب التوغولي. الفرصة أصبحت مواتية أمام البدري لبناء جسور من الثقة بينه وبين الجماهير والعمل في جو من الاستقرار وإعطاء الفرصة للوجوه الجديدة، خاصة وأن المرحلة المقبلة تحتاج تجديدا في دماء الفريق بما يتلائم مع أهداف الكرة المصرية مع إدارة قوية بمساندة من اتحاد الكرة للمنتخب الوطني. يعني بالرغم من الظروف المعاكسة إلا أنه حالياً مصر منتخب الوطني بتصدر أو في صدارة المجموعة الأفريقية بالتقاسم مع جزر القمر بثمان نقاط. هرجع لده، بس قبل التقرير أو قبل إذاعة التقرير كنا بنتكلم عن فكرة التغييرات اللي عملها كابتن حسام شوية، ما كانتش يعني شوية طبعا كان خارج عن إرادته، والبعض التاني كان يعني ما وجهة نظر كمدير فني يعني. هو طبعا راهن على مجموعه اللعيبه اللي بدات الماتش الثاني وهو كسب الرهان في الاخر، واللعيبه اثبتت وجودها في المباراه، لازم برضو نديهم حقهم، لعيبه كويسه
انت بتعمل صف تاني دلوقتي لمنتخب مصر، ودي حاجه برضو محترمه وكنا بنفتقدها في اوقات كتير يا كابتن هاني. صحيح. لما جيل بينتهي بتاخد فتره طويله قوي عما تبني جيل جديد، لكن ده النهارده انت متوفر عندك الحمد لله. مش معنى كده ان الناس الكبيره او الناس اللي موجوده اصحاب الخبره ان هم لا خلاص، لا بالعكس، ده وجودهم مهم جدا في الفتره اللي جايه بجانب الناس اللي موجوده حاليا او اللي لعبت الماتش اللي فات، بجانب ان انت عندك منتخب كمان يعني جاي في الطريق، حاجه تفرح وحاجه مشرفه، المنتخب الاولمبي. صحيح. فده كل الحاجات دي جايه في صالح المنتخب الاول. منتخب هنيجي للمنتخب الاولمبي، طبعا عامل انجاز كبير، لكن خلينا مع المنتخب الاول. ويمكن في خلال التقرير ان الكابتن حسام راح بحزمه ازمات وراجع بحزمه مكاسب. انت شايف اهم المكاسب طبعا غير المكسب 3-1، انت شايف اهم المكاسب من مباراه المنتخب القادم؟ اول حاجه الفوز خارج ارضك، تاني حاجه لعيبه لاول مره تشارك مع منتخب مصر وصغار السن وظهروا بمستوى اكثر من رائع. اتكلم على محمد شريف. طبعا. رابع حاجه الثقه، الثقه والهيبه بتاعت منتخب مصر. صحيح. يعني احنا في فتره برضو يا كابتن هاني جات لنا ان احنا ايه اتهزينا كده، اللي هي بطوله 2000 اللي احنا لعبناها في نيجيريا، الناس كلها عامله حساب لمنتخب مصر وانت جيت برضو ما اديتش بالشكل. لا انت في هيبه دلوقتي بدات ترجع واحده واحده، واكيد الفتره اللي جايه هتبقى حاجه كويسه. ففي فعلا مكاسب كتير جدا حققها الكابتن حسام بجانب المكسب الثلاثه بونت. يعني اكيد المكسب 3 بونت كان مهم جدا على المستوى الفني، انت بتتكلم على الثقه كمان بالنسبه للانتقادات قلت بشكل كبير جدا، وكابتن حسام محتاج في الفتره اللي جايه ان يكون الجو ايجابي بشكل كبير جدا. انت عارف برضو عندنا ان شاء الله في مارس مباراتين، لكن اعتقد ان احنا حسمنا الوصول للمباراه. اتكلم على جزئيه مهمه جدا، انت بتتكلم على لعيبه صغيره، بتتكلم مع محمد شريف، ونتكلم على تالق مثلا لعيب النادي الاهلي بوجه خاص في المباراه دي، بنتكلم على الشناوي، بنتكلم على حمدي فتحي، بنتكلم على ايمن، بنتكلم على حتى محمد شريف اللي كان في انبي وراجع للنادي الاهلي. رؤيتك وخاصة نتكلم الأول طبعا على محمد شريف ونرجع يعني بالخط الورا كده لغاية ما نوصل للشناوي. يعني هو طبعا محمد شريف من اللعيبة اللي كانت مميزة جدا في الدوري، وهو تاني هداف دوري وما بيلعبش في، يعني كان خارج سور النادي الأهلي، يعني ما كانش في الفريق، واحنا متعودين دايما الهدافين معظمها بتبقى من النادي الأهلي، لكن أنت بتلعب في فرقة تانية ومعار وتطلع تاني هداف دوري، دي حاجه كويسه، معنى كده ان انت راجل تستحق انك ترجع فعلا النادي الاهلي وتمثل النادي الاهلي. وده ظهر في المباراه بتاعه المنتخب، هو عنده سرعات وقوه وقدر يستغل، الكابتن حسام قدر يستغل الموهبه كمان اللي موجوده عنده فنيا، واداله المباراه وهو عنده ثقه انه فعلا ان شريف هيبقى حاجه مبشره. ووظفه كمان خلي بالك كان بشكل كويس، انت عارف في انبي معظم الوقت كان بيلعب سترايكر، بيلعب راس حربه. ومحمد شريف برضو نفتكر قبل ما يجي النادي الاهلي كان بيلعب في انبي على الاطراف، على الاطراف. فبرضه رؤيه كويسه من كابتن حسام انه شاف ممكن يلعبوا في بس هو في النادي الاهلي لما لعب يا كابتن لعب على الاطراف، لعب على الاطراف بالظبط، وفي ماتشات كان بينزل في الشوط الثاني وكان على طول بيجيب باهداف، يعني كان صحيح. تغيير دايما ناجح للنادي الاهلي في الفتره اللي هو كان بيلعب فيها. تمام. طبعا الشناوي لا نرجع ارجع بقى على خط النص على حمدي فتحي. انت كده نضيت خط النص، ارجع على حمدي فتحي. حمدي فتحي ده بالنسبه لنا ده لعيب متكامل. لو انت اتفرجت على الماتش بتاع امبارح يا كابتن، كل هجمه على النادي على منتخب مصر بتوصل 18، حمدي جوه ال 18، وكل هجمه لمنتخب مصر في 18 الفرقه بتاعت توجو حمدي فتحي موجود في ال 18. وده اللي بنتكلم بوكس تو بوكس. لعيب اي مدرب يتمنى ان هو يبقى موجود في ملعب في فريقه. تكتيكي 100 100، لعيب مهاري 100 100، هداف ما شاء الله، يعني يمكن بيخش اكتر من الهافات الطرف ال 18. لعيب هاف ديفندر، مدافع بيعملها كويس جدا. بلاي ميكر اللي هو لعيب 8 جنب 6 في نص الملعب بيعملها هايل. فبصراحه من اللعيبه الكويسه جدا، اللعيبه المميزه، اللعيبه اللي هو فعلا لما يرجع، يمكن هو خد في الفتره الاخيره لكن مستواه ما كانش لسه وصل للفورمه. انا شايف ان هو ماتش امبارح ده يعني خلاص، يعني مستوى دولي طبعا. بالظبط، يعني في فورمه 100%.
الفترة اللي جاية وخاصة الماتش بتاع 27 ده هيبقى بالنسبة له حاجة كويسة جدا إن شاء الله. يعني في تاني من اللعيبة الشناوي خلاص يعني الشناوي أمره محسوم يعني ده ما يعني مش محتاج كلام كتير شنو يعني. يا عم بيعمل إيه دلوقتي أسيست وما شاء الله بيوصل يعني بيعمل زي بتاع ليفربول بالظبط. إزاي الاستعداد ده هيكون من قبل كابتن حسام البدري؟ إحنا عندنا مباراة مرتقبة مع كينيا وجزر القمر تاني، إزاي كابتن حسام بدري هيستعد ليها من دلوقتي؟ احنا برضو عايزين نقول حاجة مهمة يا كابتن وننوه عليها، يعني طبعا لازم نشكر أجهزة الدولة عن إعادة الدولة، لأن في ناس كتير جدا كان يقول لك الدوري ما يتلعبش. برافو عليك. صح. فبنشكرهم طبعا على اللي هم قدروا ان هم الأمور تمشي بالشكل الطبيعي، وده أثره كبيرة جدا على الكرة المصرية. أولها منتخب أهلي وزمالك نهائي أفريقيا، وده أول مرة تحصل في بطولة أفريقيا. بيراميدز فاينل الكونفدرالية. لو احنا فعلا ما كناش لعبنا الدوري انا اعتقد ممكن النادي الاهلي هيوصل نهائي، لكن بقيه الفرق ممكن ما توصلش. منتخب اولمبي كان برضه عنده منتخب، انت عارف السن ده الصغير برضه كان عنده بطوله كبيره، عنده بطوله كبيره طبعا. حتى منتخب الشباب يا كابتن في لعيبه كتير بتلعب درجه اولى، في لعيب في هند ولاعيب في المصري ولاعيب في الاتحاد، في لعيبه كتير يعني. فانا اعتقد رجوع الدوري ده كان ليه عامل كبير جدا وعامل مؤثر في اللي وصل ليه الانديه المصريه والمنتخب. مفيش شك ان طبعا عوده الدوري، لان مفيش توقف كبير على ما شهر 3 نوصل لشهر 3 هيكون الدوري شغال، في نفس الوقت هيبقى في فرصه للكابتن حسام يتابع اللعيبه من الناحيه الفنيه والبدنيه يعني كويس تاني. يعني الظروف هتكون افضل كتير من الظروف اللي يمكن الظروف بتاعه المباراه دي الى حد ما افضل شويه من بدايته كان عنده مشكله، كان صعبه شوية. بالنسبه كان صعبه جدا طبعًا. اي حد في الظروف الكابتن حسام يا كابتن يعني كانت ظروف صعبه قوي المباراتين الاولانيين بالظبط، مباراه يعني كينيا وجزر القمر بالظبط، كان مفيش دوري، الدنيا ما حدش عارف هي رايحه فين. صحيح. يمكن هو عوده الدوري هو ده اللي خلاه نجح الماتشين اللي ورا بعض، اللي هنا كسب 1-0 وهناك كسب 3-1، فرقوا معاه كتير جدا. عوده الدوري مره ثانيه طبعا، بدايه الدوري الجديد، ماتش نهائي افريقيا يعني ماتش كبير، وماتش برده هيبين حاجات كتير جدا. وانت عارف يا كابتن دايما يقول لك في لعيب دولي ولعيب ودي موجوده، يعني احنا شفناها وبنشوفها ولسه وهتفضل موجوده يعني. وفي لعيب يقول لك لا ده لعيب تمرين وده لعيب ماتشات، في ناس بتكسر الدنيا في التمرين وتيجي في الماتش الضغط العصبي والشده وبتاع 45-60% من مستواه بيروح في الموضوع ده. طب انت شايف حمدي فتحي انه لعيب متكامل زي ما قلت من شويه، مين من اللعيبه التانيين اللي كابتن ياسر رضوان شايفهم ممكن يبقوا نجوم المنتخب في الفتره اللي جايه؟ انا شايف بصراحه الشريف لو خد بشكل كويس محمد. بصراحه لان هو ايجابي بشكل كبير. اول يعني زي ما بقول يا كابتن فريست بول على الجول، على الجول هو دايما ده انت، وده انت دايما بتحتاجه في الثلاثه على الاقل، في الثلاثه او الاربعه اللي قدام، ان اول تفكير ليك انك تروح للجول. مظبوط. فدي عنده موجوده، بجانب ان هو ما شاء الله عنده سرعه عاليه جدا، وان هو كمان قوي مش ومهاري في نفس الوقت يعني، والفينش كويس على الجول. يعني الفينش احنا يعني من خلال مباراه الدوري حسينا ان هو زي ما انت بتقول نقطه فنيه مهمه جدا، في لعيبه انت حتى كمدرب تقول له اول ما تستلم روح للجول، وخاصه انت في الثلث الهجوم، وهو ده عنده بالطبيعه حتى لو بيلعب راس حربه اتجاهه للجول، الفينش بتاعه بشكل كويس. فتفتكر ده كمان رؤيه جيده جدا من الجهاز الفني للنادي الاهلي ان عوده محمد شريف بعد تعلقه مع إيم بأنه يكون متواجد السنة الجاية مع النادي الأهلي؟ يعني والله يا كابتن بص أنا عايز برضه أقول حاجة، إن من عودة المجموعة اللي قعدت من الأعراض دي أنا شايف إن هم فعلا يستحقوا إن هم يرجعوا. يعني الولاد بذلوا مجهود كبير، ناصر وصلاح محسن وشريف وأكرم، الأربعة ظهروا بمستوى أكثر من رائع خلال الدوري، والأربعة فعلا يستحقوا إن هم يبقوا موجودين في النادي الأهلي. جت لك الفرصة، هو بقى هو اللي هيصنع الفرصة، انت يكفي ان انت موجود جوه النادي الاهلي، استغل ده بقى بالظبط. يعني اعمل نفسك نجومية او اعمل نفسك تاريخ، وانت عندك كل يوم، انا بالنسبة لي انا لما بنلعب ماتشاتنا احنا ماتشاتنا كل يوم ماتش، كل ماتش بطولة في النادي الاهلي يا كابتن. مظبوط. ضغط عصبي وشد ولازم تكسب ومطالب بالمكسب، ما ينفعش تتعادل، ما ينفعش تخسر، ما ينفعش حاجات كتير. فانت يا تبقى قد المسؤولية يا خلاص، وجيت لك الفرصة مرة تانية. انت كنت صغير ساعتها خرجناك اعارة، بس رجعت عندك فرصة ذهبية حاليا في وجود طبعا تفيد نفسك وتضيف طبعًا للنادي الاهلي طبعا مستر بيتسو سيماني. وانت بتقول لي ياسر انت، حتى بسألك على شغلك في التدريب، انت ماسك طبعا
فريق مهم جدا. انت بتتكلم على 2001 2002 بقوا فرقه واحده، قلت لي في اكتر من 8 9 لعيبه اوريدي بيتمرنوا مع الفريق الاول الفتره اللي فاتت. يعني بصراحه كابتن يمكن هي الموضوع ده حته التواصل القوي ده ما حصلش من فتره طويله قوي، يمكن من اول ما اشتغلت انا في النادي من الكلام ده في 2007 او 2008 اللي هي شكري وشهاب ومجموعه اللي هي بتاعت عفروتو تقريبا او عفروتو وعمرو جمال وحسين السيد وايمن اشرف والمجموعه دي. من الفتره دي لحد الفتره اللي احنا فيها دي ما شفتش العدد او الكميه الكبيره دي من اللعيبه تتمرن درجه اولى. انا فوجئت طبعا كابتن خالد بيبو والمدير الفني الشيكي اللي معانا مستر مايكل كلموني احنا عايزين 9 لعيبه من عندك مراكز كذا 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 كذا، ونفس الكلام طبعا من عند الكابتن عمرو انا. طب ايه؟ قال لك دول هيتمرنوا مع الدرجه الاولى. احنا مش مصدقين الاولاد نفسهم مش مصدقين بصراحه، يعني انا بكلمك للامانه يعني طبعا. فالحته دي تحسب للمجلس الاداره والفكر الجديد اللي هم بيحاولوا يعملوه، وان هو ما يضيعش تعب النادي على اللعيبه دي وفي الاخر يمشوا كده هباء يا كابتن، لان هم فعلا لعيبه كويسه لعيبه مميزين. لما انت قوام منتخب مصر سواء شباب او اولمبي او ايا كان منتخب قوامه بيبقى مثلا 7-8 لعيبه من النادي الاهلي، وبعد كده اللعيبه دي بعد مثلا ما وصلوا سن معين بيمشوا من النادي وبيطلعوا في الفرق الثانيه وبقوا نجوم وبتاع. لا جت لنا الفرصه وجالنا حد يساعدنا، راجل بيحب يشوف الناس كلها، يحب يشوف لعيبه النادي كلها، وده اللي بتقوله للعيبه في عين طبعا يا كابتن. ده اللي بتقوله للعيبه بقى حافز قوي جدا يا كابتن. دلوقتي بقى في لعيبه يعني في ناس ما طلعتش، ما انت مش هتقدر تطلع ال 25 وال 23 كابتن انا ما طلعتش ليه كابتن، هو في حاجه كابتن طبعا تساؤلات بتزيد بعد ما كان بيفكر بس هو هيلعب ولا مش هيلعب، لا دلوقتي بيفكر ان هو مظبوط. فده الراجل عمل معانا بصراحه حاجه محترمه تتحسب له، ان في دافع عند اللعيبه عندي دلوقتي ان هو عايز يطلع درجه اولى صح. شايف وانا من الناحيه الثانيه انت فرصه ذهبيه ان احنا دلوقتي في تواصل كويس جدا، والراجل حابب يشوف لعيبه النادي كلها ويشوف مين اللي يصلح او يفيد الدرجه الاولى وهيخليه معاه، واللي مش هيصلح هيرجع يشتغل معانا شويه لحد ما مستواه كمان حافز ليك انت كمدرب كمان. انت كمان لما بتلاقي حد بيبص لاولادك ده كمان مهمة جدا، بتجتهد يعني في شغلك انا بحس ان انا حاجه مهمه يعني حاجه لها قيمه بالظبط، بخلاف ان انا بتفضل تشتغل انت عشان بس تخلص الدوري بتاعك وهتبدا الدوري الجديد وخلاص. انك انت عندك قيمه وبتقدم قيمه للنادي الاهلي وجزء من المنظومه بشكل كبير، وده يمكن اللي اتكلم معانا فيه يمكن اول اجتماع كابتن خطيب. احنا عايزين ناس من تحت تطلع فوق، يعني عايزين لعيبه تطلع زي الاول. يبقى في لعيبه اللي متربين عندنا، اللعيب بيتربى عندنا 5-7-10 سنين وبعد كده بيمشي. حصل توقف يا كابتن ياسر، كان في فتره يعني حصل فيها توقف بشكل يعني لافت قوي طبعًا. ان ما فيش حد بيتم تصعيده من الناشئين فتره طويله لحد فترة طويلة ما جاء العربي وشادي وكم واحد بس هم الفتره الاخيره دي يعني طيب. لكن انا شايف ان الفتره اللي جايه دي ان شاء الله هتشوفوا مواهب كويسه جدا، لعيبه كويسه جدا من اولادنا بدات بوادرها تبان ان شاء الله. كابتن ياسر هنستاذنك في فاصل، نطلع فاصل ونرجع نطلع على فاصل ونرجع نكمل اوكي هي دي في البيت الكبير فاصل ونعود. رجعنا مع حضراتكم والكابتن الكبير ياسر رضوان. ياسر كنا بنتكلم على المنتخب الاول ان شاء الله، يعني انت من تحليلك ان شاء الله موجودين باذن الله بشكل كبير جدا في امم افريقيا في الكاميرون ان شاء الله. الجزء الاخر المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي عامل مشوار، خلينا نقول مشوار اكتر من رائع، بدايه من الفوز بالبطوله الافريقيه نهاية بفوز تاريخي يعتبر على مستوى التاريخ نفسه، ان مفيش اي فريق مصري على مستوى الناشئين اذا كان شباب اولمبي او حتى الفريق الاول فاز على منتخب البرازيل. شفت المباراة ازاي يا كابتن ياسر؟ طبعا مفيش حاجة زي ما قلنا يا كابتن في الاول، ان كابتن شوقي غريب عامل منتخب محترم جدا، عنده لعيبة مميزين جدا وهيبقوا اضافة قوية جدا بعد كده للمنتخب الاول ان شاء الله. عندنا مجموعة مميزة جدا من النادي الأهلي، حوالي 5 لاعبين صحيح، ويمكن هم العمود الفقري بتاع المنتخب. عندنا أحمد ياسر ريان من الفراودة الواعدة إن شاء الله، كمان أحرز هدف بشكل رائع ومميز. عندنا صلاح محسن، ده برضه صلاح يا كابتن فترة وهيبقى منتخب أول، هو كان معانا بس للاسف كان بص صلاح محسن كان خلي بالك من لعيب رائع، بداياته كانت هايله، بداياته كانت على اعلى مستوى، كان معانا في منتخب مصر حتى الاجيري كلهم كانوا مبسوطين بيه جدا
في فترات هو خرج عن التركيز شويه والكيرف قل، وده مهم جدا. وبقول كمان الاداره الفنيه النادي الاهلي كان مهم جدا يخرج في الوقت ده، لان كان لو ممكن كان قاعد شويه كان ممكن هيبقى فعلا مشكله لنفسه للنادي. فخروجه لنادي سموحه وظهوره بشكل افضل من رائع، وظهوره كمان مع المنتخب الاولمبي، فده رجع كمان للنادي الاهلي، وانت زي ما تقول فرصه كمان انه كمان يحسن من مستواه، لانه هو لعيب كويس، لعيب هايل. عنده مميزات كتير بصراحه، يعني زيه زي محمد الشريف بالظبط. انا ده وجهه نظري، يمكن هو كمان عنده سرعه اعلى من الشريف في الحته اللي قدام، وبرضه زي ما قلنا من النوع اللي بيروح على الجول، بيروح على الجول وبيعرف يجيب جول. صح. ناصر ماهر طبعا ده حاجه حدوته لوحده، من هو صغير وهو في مدرسه الكوره كان معاك يا كابتن ياسر، كنا بنروح نتفرج. يعني كنت ساعتها انا نائب مدير قطاع الناشئين مع كابتن زيزو، بس كنت بقى احب اروح اتفرج على ناصر، وخاصه كمان هو من المنصوره فيعني بلديات يا عم. ماشي. يمكن كنت ماسك منتخب مصر مع كابتن علاء ميهوب، كان ناصر معانا، كان كنا منتخب 95 وناصر 97. 2005 ولا لا؟ ده الكلام ده 2013. 2013 اوكي. ناصر جاب جون في السودان، وكنا بنلعب السودان في السودان مباراه رسميه، حاجه مش طبيعيه، كانت تصفيات مؤهله لافريقيا. يعني أوكي. من نص الملعب يا كابتن الكره جات له، هو شايف الجون وطبت بالظبط على خط نص الملعب، وهو مش شايلها من فوق في قلب الجون، حاجه يعني جون اكثر من رائع. فهو لعيب مميز جدا، وان شاء الله هيبقى اضافه الفتره اللي جايه للنادي الاهلي. بيظهر بشكل اكثر من رائع مع منتخب مصر. عندنا برضو اكثر من واحد اكرم طه، وفي الكريمين بقى او كريم العراقي وفؤاد. ايه رايك فيهم؟ ده لعيبه كويسه بصراحه. يمكن كريم العراقي عمل كمان بطوله افريقيا اكثر من رائع. يمكن انا استغربت الفتره الاخيره ما كانش بيشارك بشكل اساسي مع النادي الاسماعيلي، لكن خاصه بيلعب في مركزك يعني. كريم انت ما شاء الله يعني انت من علامات التاريخ المصري في كره القدم، باك يمين لما بنقول من احسن باكات اليمين، جت طبعا مع كابتن ابراهيم طبعًا حسن طبعا، كابتن ياسر رضوان، عملت شغل هايل بصراحه. ربنا يخليك كابتن. فهو برضو من الناس الكويسه، ولا منتخب واعد، منتخب منظم، بيظهر بشكل كويس. يعني انا بالنسبه للناس بيقول لك مفاجاه، لا هي مش مفاجاه. انت عندك منتخب محترم، وكابتن انت برضو يمكن حضرتك ادرى مني بالموضوع ده، احنا كرتنا شبه الكره البرازيليه، يعني عندنا الحرفنه وعندنا كل حاجه وعندنا كمان القوه، بس احنا ما كناش بنتوظف كويس، او ما كناش بنتمرن بالشكل الكويس، او العلم كان بعيد شويه عن التدريب عننا. لما بدا العلم يندمج مع التدريب ومع الخبرات وكده، الموضوع بقى فارق كتير جدا مع اللاعب المصري. امكانيات عندنا ياسر، بس الفريق البرازيلي معلش طبعا مفاجاه، خلينا نتكلم كل امانه مفاجاه. ليه؟ لان المنتخب البرازيلي انت لو تشوف اللعيبه بيلعبوا في ريال مدريد، بيلعبوا في الدوري الانجليزي، بيلعبوا في الدوري الايطالي يعني. طب ممكن اسالك انا سؤال يا كابتن؟ قول لي. لو انت عندك نفس المناخ ان يبقى عندك لعيب كويس ويجي له عرض وتمشيه، مش هيبقى عندك لعيبه كتير في اوروبا؟ لا ده احنا هيكون عندنا اجيال، احنا ممكن ناخد ميداليه اولمبيه ونروح ليه افريقيا عالم. ليه منتخبات افريقيا كلهم لعيبه محترفه؟ ليه؟ لان لما بيجي له اي نادي في اوروبا مش شرط يكون حاجه توب، بس مزبوط. بيوديه بيروح له، كله افاده للنادي وللبلد والمنتخب، وافاده للولد نفسه. احنا لو عندنا نفس الفكره يا كابتن الموضوع هيتغير والله. مش في افريقيا بس، البرازيل كمان يا سام معلش، مع يعني عدم انت بتتكلم، الاولاد بيطلعوا من البرازيل بيروحوا الانديه وعندهم 16 و17 سنه واقل من كده، ولما يكون عنده اقل من كده ما يكون عنده 18 سنه بيلعب في انديه كبيره، بيلعب في ريال مدريد، بيلعب في بايرن ميونخ. هو ده الفرق بس يا كابتن. يعني انا شايف من وجهه نظري انا الشخصيه يعني المتواضعه، ان احنا لو بنعمل كده مع اللعيبه عندنا، يعني عندنا اجيال محترم، عندنا لعيبه كويسه. لدرجه ان مستر مايكل مثلا يقول لي انا مش ما كنتش متخيل المهاره اللي او النواحي الفنيه اللي اللاعب المصري بيها، هي مشكله اللاعب المصري هنا مش في عقله، مش في فكره، مش في المهاره ولا في القوه ولا السرعه، انت اقوياء وسراع ومهاريين، لكن المشكله كلها في الديسيبلين بقى. بس بالظبط، يعني ان لما تعمل تاكتيك ازاي هو ينفذه او ازاي هو يلتزم بيه خلال ال 90 دقيقه، مش 10 دقايق وينسى. وبينسى في بعض اللعيبه بتنسى. لا ده مش بتنسى بعض، المعظم. المعظم اكيد يعني. طب احنا قلنا انه منتخب الاولمبي حقق يعني فوز تاريخي على البرازيلي، يمكن هو عنده تجربه النهارده او هيخوض تجربه وديه جديده مع اليابان افتكر في ديسمبر اللي جاي. بتشوف التجربه دي ازاي؟ هيعمل فيها ايه كابتن شاوي؟
يعني هو كابتن شوقي من المدربين اللي هو كل مباراه عنده بطوله زي ما بيقولوا يعني هو بيحضر لها كويس جدا. ما فيش حته اللي هي الاستخفاف بالمباريات دي مش موجوده عنده كمان. كل المباريات عنده رسميه وهو عايز يعمل حاجه. لان طبعا قبل كده كان في منتخب اول وحصل دروب وبتاع فهو عايز برضو ان يقول لك لا انا مدرب كويس ومدرب ناجح ومن خلال المنتخب اللي موجود معايا. المنتخب اللي هيلعب اولمبياد حاجه كبيره حاجه محترمه لو حقق نتيجه كويسه ووصل للادوار الاخيره هتبقى تاريخ جديد للمنتخب المصري. تاريخ جديد طبعا للمنتخب المصري وحصل على ميداليه اولمبيه ان شاء الله. كابتن طبعا شوقي غريب كان من اوائل المدربين الحاصلين على البرونزيه على مستوى كاس العالم. لكن كمان اللي عجبني ان هم بيشتغلوا بهدوء نمره واحد وان هو ما بيخافش ان يلعب البرازيل ولا يلعب الارجنتين ولا يلعب كوريا. دي مهمه جدا يا كابتن. لان في بعض المدربين تقول لك لا طب ما انا اجيب مثلا فرق من افريقيا يعني أكسبها. فانا بحترم ده جدا فيه ويعني انه مغامر يعني مش مغامر ان هو انا ليه لا ما لعبش البرازيل بس يا كابتن يعني انا يعني الثقه بتاعت المدرب دي بياخدها من مين؟ من اللعيبه. من اللعيبه طبعا. فاحنا هنرجع برضه في الاول والاخر ان هو معاه مجموعه لعيبه محترمه مساعدات لعيبه كويسه جيل كويس لعبوا هم صغيرين لعبوا دوري ممتاز وهم صغيرين يعني جات لهم الفرصه وهم تمسكوا بالفرصه عشان كده هو معاه منتخب كويس عشان كده انا بطلع العب البرازيل العب هو قادر يشكلهم كوريا بلعب فرق كلها كبيره فده حاجه كويسه بصراحه يعني اكيد اكيد. وتجربه اليابان زي ما قال سام تجربه كمان مهمه جدا لان اليابان هي مستضيفه كمان هي مستضيفه البطوله ويعني خلص طاري بقى لانهم ما خرجونا انا من الاولمبياد في 2012 هياخدوا طار حضرتك بقى هياخدوا طاري انا يعني ان شاء الله باذن الله ويوصلوا ان شاء الله يحققوا بطوله ويعملوا بطوله كويسه ونحقق مركز افضل من الكابتن شوقي حققه قبل كده باذن الله هو برضه اللي يكسر الرقم بتاعه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب نروح على النادي الاهلي نروح ولا النادي الاهلي بقى ونتكلم عن مباراه انت كنت حتى يمكن بتتكلم في اول كلامك خالص عن ان كل مباراه للاهلي هي بطوله. عندنا مباراه مهمه جدا يوم السبت اللي جاي مع ابو قير للاسمده. شايف مبدئيا المباراه دي ازاي التشكيله ممكن يعتمد عليها في النهائي ان شاء الله يوم 27 ولا لا بعيدا؟ اول حاجه احنا ما بنبصش احنا بنلعب احنا بنبص على 3 بونت ما فيش 3 بونت كاس يعني هو ده يعني هو ده المكسب يعني التارجت بتاع النادي في ناخد البطوله حتى يعني. في مدرسه الكره تحت يعني هو انت نازل في 3 بونت صح هتلاعب مين ما مش بتاعتي مظبوط هو ماتش وماتش مهم وماتش بطوله يعني انت ما هتكسب سماد ابو قير بعد كده في قبل النهائي والنهائي بالظبط يعني فدي بطوله برضه هتخش النادي حاجه مهمه فاكيد مستر بيتسو اكيد محضر لها كويس. اللي عاجبني كمان يعني هي فرصه برضه كان ممكن يشرك بعض الناس اللي موجوده تحت او اللعيبه المميزه في لا هو مركز ان اللعيبه الاساسيه هي اللي هتخوض المباراه دي تفتكر؟ انا بقول يعني طبعا يا كابتن مش ممكن هيبقى في 20% مريحين لكن في معظم اللعيبه هتبقى موجوده يعني استحاله هو هيغامر بالفرقه كلها مش ممكن يكون في شويه خوف من الاصابه ان اللعيبه الدوليه مثلا راجعه من رحلات طويله مثلا ايمن اشرف كابتن حته الاستشفاء دي لا الاستشفاء يعني خلاص لا هو يقدر يعملها لا هو اكيد راجل وصل بس شويه من الاصابات يعني وممكن تكون المباراه مش هقول مباراه سهله انا مباراه كاس لكن مباراه اجواء مناسبه انك تدفع ببعض اللعيبه الصغيرين اللعيبه مثلا ما خدتش ماتشات كتيره ممكن تبقى متواجده يعني ولا انت شايف ان هو ممكن بص ممكن زي ما حضرتك بتقول يا كابتن اللعيبه اللي راجعه من المنتخبات على الاقل يريح كم اللي هو الرحلات الطويله قوي ممكن ده ممكن يريح لكن انا رحت بطياره خاصه ورجعت ايه التعب في كده لعبت ماتش ورجعت يعني ما انا شايف ان ما فيهاش اي تعب كده وسائل الراحه يعني وسائل الراحه مش زي يعني مش زي زمان انت عارف بقى الطياره بتاعت بوركينا فاسو كانت عامله ازاي طياره بوركينا فاسو الطيار هو هو بيعمل كل حاجه تقريبا يعني فعلا يعني ده حقيقه انت دلوقتي النهارده طياره خاصه النهارده بتنزل على الفندق فندق محترم ملعب كويس مكيفات في كل حته الدنيا طيب الامور سهله وبسيطه يعني فانت رايك ان هو ممكن يعتمد على التشكيله اللي هيلعب بيها في النهائي مش 100% برضه مش 100% يعني انا عارف ان هو في بعض الناس هتشارك من اللعيبه الكبيره برضه اللي موجوده مش من اللعيبه الصغيرين او الناشئين هياخدوا فرصتهم ان هو يحاول يقربهم برضه طيب السؤال يمكن سالته لبعض الناس وانت ممكن تكون عندك اجابه اكثر خبره في الجزئيه دي ناحيه باك اليمين ان شاء الله
هاني يكون متواجد، احنا ان شاء الله هاني خلال 3 ايام هيكون متواجد باذن الله. سيناريو لا قدر الله حصل ممكن يكون مين البديل؟ يعني لا قدر الله احنا دايما بنفكر، وانت عارف مدرب ياسر بتفكر ايه اللي ممكن يحصل لا قدر الله وحصل حاجه لهاني، مين البديل المناسب؟ في 3 اسماء اتطرحوا، طرح اسم رامي ربيعه، وطرح اسم حمدي فتحي، وطرح اسم طرحت مثلا حسين الشحات. انا شايف يعني موضوع حمدي فتحي ناحيه اليمين هيعملها وهيعملها كويس، لكن هتفقده في نص الملعب، هتفقد خطوره يعني جزء كبير من خطوره النادي الاهلي في نص الملعب. رامي لما كنت ماسك انا ال 91 كان هو 93 وكنت بصعده على طول معايا، كان بيلعب باك يمين. كنت بلعبه باك يمين. انت شايف ان هو فهو عند يعني هو لعبها هو صغير فحافظ لعبها ولعبها كتير فممكن يلعبها يبقى حافظ وبتاع يعني لو انت عندك الحته اللي ورا خلاص الناس موجوده وكويسه انا ممكن اضحي برامي احطه في ناحيه اليمين بحيث ان هو برضو يقفلها ويقدر يعمل عنده قدرات عنده قدرات يقدر قوه وسرعه لكن حسين انا استغله قدام احسن ما استغله ورا لانه اكيد مش يعني هو بيقدر يشتغل في النص التلت الاخير الهجومي افضل من التلت الدفاعي ساعات بيبقى واحد بيجي من مهاجمين يحاول يدافع معاك او يساعدك لان هو مش متعود فتلاقيه عمل لك ضربه جزاء عمل لك حاجه دخل في واحد جامد عمل فاول في مكان حساس او مكان مؤثر فالحاجات دي انا شايف المدافعين هم الاقرب ان هم يبقوا موجودين فيها يعني افضل للفريق يعني اكيد اكيد. طيب السؤال اللي بقى التقليدي يعني واحنا على ابواب النهائي الافريقي شفت شايف المباراه المرتقبه بين الاهلي والزمالك ازاي في النهائي وتوقعاتك ليها ايه؟ مفيش توقعات ان شاء الله هنكسب باذن الله يا رب ان شاء الله لا مش بسالك هنكسب ولا لا هنحقق نتيجه كامله ان شاء الله. كابتن هاني طبعا لعب دريبات كتير جدا ما لعبتش ربع اللي هو لعبه المباراه بتتحسم في الملعب في 90 دقيقه الاكثر هدوءا الاكثر تركيزا الاكثر حافز اللي عنده حافز اكتر من الثاني دي حاجات كلها بتفرق مع اللاعب في نفس اليوم فانا شايف ان شاء الله بالمستوى اللي احنا شفناه الفتره الاخيره وعايز اقول حاجه كمان يا كابتن بصراحه يعني انا بقول طول ما النادي الاهلي كويس ما تخافش على منتخب مصر دي واحسبها على مدار السنين بقى احنا دايما دي بسمعها حتى وانا صغير في يعني الناشئين بالظبط يعني طول ما منتخب مصر عايز يبقى كويس النادي الاهلي يبقى ماشي كويس فاحنا الفتره اللي فاتت ماشيين كويس وده انا شايف ان هو يعني تكليل لجهود المنظومه كلها انك تاخد بطوله افريقيا ان شاء الله فلازم اللعيبه تبقى عارفه طبعا احنا ما بنحطش ضغط عليهم احنا كنا لعيبه وكنا وعارفين بنتعامل ازاي مع المواقف اللي زي دي بنتعامل ازاي حتى انا تفكيري كله انت لعبت برضو ماتشات كبيره في المانيا والتحضير بس يمكن المانيا يا كابتن برضو مش زي يعني مش زي النادي الاهلي بصراحه اكيد يعني. اكيد الضغط على مستوى هنا قوي جدا لو ما قدرتش تتعايش مع الموضوع من بدري يعني مش هينفع ان انا اجي اقول لك ايه ركز يوم الماتش لا انت لو ما ركزتش من قبل الماتش بيومين ثلاثه او طول الفتره الاسبوع ما انت برضو الوقت الطويل ده ممكن يخليك يدخلك في ضغط عصبي تنشن. بدون ما تشعري لكن هي محتاجه خلال الاسبوع اللي انت هتلعبه في الماتش تتحفظ الناس دي بتلعب ازاي اتفرج عليهم طبعا دي اكيد بيعملوها يعني اكيد بيتفرجوا على ماتشات النادي الزمالك بشوف مين اللي بيلعب مكاني بيلعب بيدخل جوه بيطلع لبره بيرقص ازاي بيسلمها بيكمل منين لما تكون الكره في الناحيه العكسيه ببدا اتعايش في جو المباراه اكن المباراه بتتلعب قدامي وانا موجود فيها فكده انا بقى خلاص يعني الحمد لله مركز وتمام التوفيق بتاع ربنا بقى هو اللي زي ما حضرتك قلت يا كابتن انتوا ممكن لا قدر الله يحصل نتيجه سلبيه والناس تسقف لكم يعني معنى كده انت عملت كل اللي عليك ده هو التركيز اللي احنا بنتكلم عليه لكن غير كده هيبقى مش في صالحنا ده على المستوى الفني يا سيدي بتتحضر فنيا تبدا تتفرج او يعني طبعا دي في محاضرات موسيماني اكيد بيقوم بيها في الفيديو انلايز وبيحاول يقول ده نقاط الضعف والقوه اللاعب بيحاول يعيش الجزئيه دي طب على المستوى التاهيل النفسي ومسؤوليه اللاعب نفسه كلاعب انت ككابتن ياسر رضوان عندك مباراه مهمه جدا جدا ازاي بتاهل نفسك نفسيا ومعنويا للمباراه ديت هو طبعا مفيش شك يا كابتن انت يعني الموضوع التاهيل النفسي ده بقى عامل مهم جدا قبل المباراه واثناء المباراه حتى ما بين الشوطين حتى بعد المباراه بقت حاجه مهمه جدا للاعيب الكوره انك ازاي تحطه في التفكير او في انا بتكلم شغلك انت انا يعني طبعا في كلاعب يعني هو الجهاز الفني بيقوم بيها اللعيبه الكبيره بتتكلم مع بعض لكن انا كلاعب
كمان اساعد نفسي ازاي ان انا اجهز نفسي على المستوى النفسي لمباراه كبيره زي دي. انا اول حاجه يا كابتن لازم ابقى ملتزم في كل شيء، تمام، في نومي، في تمريني، في اكلي، في كل تحركاتي لازم ابقى يعني اعملها زي ما الكتاب بيقول. ليه؟ لان الحاجات دي حته التوفيق برضو يا كابتن ما بتجيش من حاجه واحده، مظبوط، ده عده حاجات، يمكن اكتر من 100 ولا 200 حاجه ممكن تخش في عمليه حته التوفيق دي. ان انا انام بدري، ان انا ما بتكلمش كتير، ان انا مش عارف، في تفصيلات وصغيره بالظبط يا كابتن، زي ايه يقول لك تيدلز بسيطه جدا، في صغير قوي انت بتحط التمرين، بس في حاجات بقى ما بين السطور لو انت ما اتعملتش صح التمرين ممكن يبوظ من الفرقه، او ممكن ما تاخدش الشغل اللي انت عايزه منه. فطبعا اللعيب لازم يبقى عارف، اكيد هو عارف ان عنده مسؤوليه. اعمل تاريخ لنفسك. انا ساعات كنت انزل كل مباراه ان دي اول مباراه العبها في حياتي. انت بينك في المباراه المهمه ولا اي مباراه بتنزلها؟ اي مباراه في حياتي، بره جوه منتخب، ده لازم يبقى التفكير. ده اول مباراه ليا في حياتي، لازم اعمل حاجه تبقى كويسه جدا. لا بقعد احاسب نفسي، يعني انا فاكر لنفسي كور دلوقتي مثلا كنت اجي ارفعها يا كابتن تروح ورا الجول. افتكرتي قوي دي تروح ورا الجول دي ازاي؟ اه تفضل يعني انا يعني فاكرها لحد الان. من كتر التركيز ومن كتر ان انا مش عايز اغلط، مش عايز اعمل حاجه غلط، عايز اساعد فرقتي باقصى مجهود عندي. الحاجات دي لازم اللاعب يقعد يفكر فيها، لازم يحفز نفسه. انا بصنع تاريخ، بطوله افريقيا، يعني هلعب كاس عالم انديه. صحيح، في حاجات بتركب فوق حاجات، زي دلوقتي بصراحه محمد صلاح مثل يعني عظيم، كل يوم طموحه بتزيد، كل يوم طموحه بتزيد، عشان كده هو شغال من درجه لدرجه. يعني برضه سهام ما بيقفش ليه؟ بالرغم ان عندهم طبعا حد بيشتغل عليه نفسيا بالنسبه للفرقه كلها، لكن صلاح مثلا بيجيب كتب، بيقرا ازاي في لقطه، فاكر من لقطه من اللقطات لما بيشتغل يوجا، ده شغل، ده شغل بيطلع نفسه كمان نفسي، نفسي بيشتغل على نفسه خارج الكوره، يعني خارج اطار الفرقه وكل ده بقى هو يعني هو وصل ده بقى وصل لليفل يعني ايه بروفيشنال، هو كمان يعني بيشتغل على نفسه. وده الجزء اللي بكلمك عليه، ان كمان في جزء على اللعيبه ولازم تعرفه، ويمكن كابتن سيد عبد الحفيظ قال ده مهم كمان في الفتره ديت، ان لازم تحافظ على نفسك، انك التواجد بره البيت مش مطلوب، مع تجمعات مش مطلوب، ما ينفعش ان انا اروح عيد ميلاد واحد صاحبي او في ظل يعني الظروف اللي احنا موجودين فيها. طبعا ديت طبعا هتدخلك في مشكله لا قدر الله، زي ما حصل مع منتخب بالظبط. فدي يعني كمان من ثلاث لعيبه مثلا في ماتش مهم، كان ممكن لا قدر الله تحصل اي مشكله، كان ممكن يبقى بسبب الاصابات الفيروس كورونا الثلاث لعيبه دي. فاحنا برضو احنا مش عايزين نروح يعني اللعيب لازم يبقى عارف انت حافظ على نفسك بالظبط، وجودك مهم، اللعيب ما يفكرش انا هلعب ولا مش هلعب، دي سيبها يعني، انت اعمل اللي عليك، وبعد كده حته اللعب دي لازم كل واحد يبقى من جواه يعرف ان هي رزق ونصيب في الاول والاخر. هو المدير الفني بيقعد، انت حضرتك عارف يا كابتن، بتقعد انت والجهاز بتاعك وبتتناقشوا، ياسر ينفع، واحد يقول اتنين يقولوا لا، خلاص يبقى ياسر من وجهه نظرنا ان هو مش هيبقى موجود، لا هنحط مثلا الكابتن هاني مكانه عشان هو افضل في الحته الهجوميه، لا افضل في الحته الدفاعيه، الحاجات بتحصل كتير. طيب، هو في الاول والاخر انت بتعمل اللي عليك، وهو رزق ونصيب. لو ليك نصيب بتلعب، لو المدرب بيكرهك هتلعب. صح، بس دي موجوده اعتقد، دي ما يعني انا اعتقد لعيبه النادي الاهلي عندها ديت. هو كل واحد طمعان، اللعيبه الصغيره يا كابتن، ما اللعيبه الصغيره اللي بتتعلم والكبار بيكلموهم يا اسطى، يعني اللعيبه الكبار بيكلموهم. عندنا الشناوي، وعندنا ايمن، وعندنا سعد، وعندنا لعيب وليد وكل دول اللعيبه الصغيره ممكن تكون عندها حماسه ان انا عايز العب، لكن اللعيبه الكبار بيفهموهم وبيخش على طول. وبدأوا خلاص زمان في الملعب في التدريبات. احنا حتى من دلوقتي يا كابتن احنا شغالين علي، يعني احنا شغالين عليها طبعا مع الاولاد الصغيرين. لازم يعرف ان هو انت بتعمل اللي عليك، لازم تعمل اللي عليك الاول، لكن حته اللعب مش بتاعتك، والفرصه هتاخدها. طول ما انت بتعمل اللي عليك اكيد فرصتك هتيجي. مفيش 11 لعيب بيبداوا الموسم وينهوا الموسم اكيد، وعندنا في مصر بالذات يعني، ممكن في اوروبا لكن في مصر صعب. لا صح، كلامك مظبوط. فانت هتاخد فرصتك، هتاخد فرصتك لما تيجي فرصتك. لو انت بتمرن كويس هتبقى كويس، لو ما بتمرنش كويس ومقضيها تاكد انت هتبقى وحش، واللي اتعور هيرجع ياخد تبعد. وممكن يكون جزء من المباراه كلنا نفتكر جده في بطوله افريقيا، يعني لو جمعت عدد الدقايق اللي لعبها مش هيكمل ماتش، مش هيكمل شوط او يعني مش هيكمل ماتش بالظبط. لكن صح، طلع من اسباب فوزنا ببطوله افريقيا كان جده، وكتب التغيير اسمه. يمكن اتعرف اكتر من ناس كتيره كانت بادئه الماتش ولاعبه الماتشات كلها، فدي جزئيه مهمه كمان. يعني كابتن طارق مصطفى لعب شوط واحد 98 جاب جول مكسب، تاريخ جاب جول مكسب،
يعني بقى عمل نفسه تاريخ في 45 دقيقة. صحيح. وفي ناس لعبت طول البطولة ومحدش يعرفها. صحيح مظبوط. يعني ما بحد في ناس بتنساه. فالنهارده انت عليك دور كبير جدا كلاعب انك تحافظ على نفسك في ظل الظروف الصعبة اللي احنا موجودين فيها، وفي ظل الظروف ان بدأ الموضوع يكتر تاني ويرجع تاني مرة تانية. زي ما حضرتك قلت ما يخرجش كتير، ما يختلطش بناس كتير. طبعا البروتوكول كله لازم يطبقه، مفيش الكمامه لازم تتلبس، غسيل الايدين، المطهرات، كل حاجه، ولادك وانت وهم راجعين من بره، زوجتك، خطيبتك رايح عند مامتك، عند باباك، اتبع كل النظم، الوسائل، تتبع كل الاجراءات، تتبع كل الاجراءات، عشان دي حاجه مهمه بالنسبه لك. انت بتعمل نفسك تاريخ، عايزه ولا مش عايزه، مش مسؤول عن نفسه بس كمان، هو بالظبط يعني جزء مسؤول كمان عن فرقة وجماهير. صح مظبوط، منظومه كبيره يا كابتن. كابتن ياسر شرفتنا، ربنا يخليك، نورتنا يا كابتن ياسر، مبسوط ان انا معاك والله، ربنا يخليك، شرفتنا وشرفتنا كابتن الكبير ياسر رضوان. بنقول لك الف شكر على تواجدك في البيت الكبير، بيتك ان شاء الله، ونتمنى يا رب ان شاء الله يوم 27 كلنا نفرح في باذن الله، ان شاء الله باذن الله، باذن الله. مشاهدينا بكره ان شاء الله نلقاكم في حلقه جديده، في حلقه الويك اند. الاسبوع ده عدى بسرعه قوي، الخميس ان شاء الله، بكره النهارده يعتبر حلقه جديده في البيت الكبير من 10 ل 1. باي باي.